السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم من المهندس حسين القاضي. بيشرفني إن احنا نكون مع بعض في اللقاء الثالث والعشرين، يعني اللقاء أساس في المرحلة الجديدة اللي بعد المرحلة الأولى اللي احنا خدمناها باللقاء العشرين. موضوع اللقاء هو برضه خريطة الطريق لتكون مدير مشروع دولي. رود ماب تو بي ان انترناشونال بروجكت مانجر. مثلا بنقول دايما مش معقول ان انت اثنين بروجكت مانجر ان انت ما تبقاش لوكال، لا انت بروجكت مانجر يعني انت بتفكر زي ما بقول دايما في الاداره، يعني ثينك انترناشونالي وايه وبيهيف لوكالي، يعني تفكر بشكل دولي وتتصرف بطريق باللوكال اللي عندك، يعني بتفكر بفكر دولي فكر عام، وايه ولما تيجي تشتغل هتشتغل بايه بوسائل المكان اللي انت فيه والطرق والى اخره. دي طبعا يعني موضوع مش صعب من هذا الكلام، احنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. طيب الحقيقه النهارده هنتكلم على الموضوع من اجمل الموضوعات واهمها اللي في التايم والكوست والريسورسز مانجمنت، واللي قايم عليها كل الباكجز اللي بتشتغل في البلاننج وفي الكنترولنج، يعني زي البريمافيرا وزي اس بروجكت وزي الفاست تراك وزي الشو تراك والثورج كمان اخره، وكلها طبعا على الاي كريتيكال باث ميثود اللي هي يعني او البيرت، يعني مرتين بندوا نفس الاسم في ايه في الباكج اللي شغاله. هنقول ايه القيمه المتاسسه ودورها في التحكم والمراقبه. هي الحقيقه طريقه التحكم في المراقبه هي بسيطه جدا جدا لكن مهمه جدا. بمعنى ايه؟ يعني هي كل اللي فيها ثلاثه فاكتورز بنتكلم عليهم، ثلاثه ليس الا ثلاثه فاكتورز اللي موجودين بس في الموضوع يعني. هو ايه الحكايه؟ ايش حصل؟ دوست على حاجه غلط؟ خلينا نرجع تاني. استعرضت هنا فين؟ هيفضل معانا القلم ده، احنا عايزين نشيله. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب فالمهم هي فيها هنشوف دلوقتي الموضوع ابسط من البساطه. نتكلم على الاجنده الاول، هنتكلم على ايه؟ عندنا اول حاجه تخطيط المشاريع ومتابعتها فنيا وزمنيا وماليا. وهي دي ده يعني ده الملخص، انا هنخطط المشروع واتابعه، هعمل ايه؟ الفور فانكشنز اوف بلاننج اللي هو ايه؟ البلاننج، اورجنايزنج، ليدنج وكنترول. تخطيط بخطط كل حاجه بالنسبه للمشروع، اورجنايزنج بحدد كل واحد مشروع هيعمل ايه؟ واوله فين واخره فين؟ وهيستلم ده بيستلم من اللي قبله ازاي ويستلم من بعديه ازاي؟ وده الاورجنايزنج، وبعدين الليدنج بقى اللي هو شغلة التيم ليدر او الايه او المانجر. خلاص الكنترول بقى في الاخر اللي هو ايه؟ اللي هو ان انا براقب او بتابع التخطيط اللي انا خططته. انا بخطط لكل حاجه في المشروع، كل حاجه بتخطط، كل حاجه بتعملها بلان، كل حاجه. فازاي انا اعمل الايه؟ المونيتورنج في المشروع. خلاص؟ طيب فدي ايه الفكره الاساسيه. الفكره الاساسيه لاداره القيمه المكتسبه، هنتكلم عن الفكره الاساسيه اللي هو فكره بسيطه جدا وسهله جدا، وانا احاول دايما ان انا يعني ايه اخلي الموضوع يعني ايه افيلبل لاي حد، يعني مش لازم مهندسين، مش لازم، مش عايز اقول يعني الاداره دي زي ما قلنا قبل كده دي فطره ربنا حطها فينا، محتاجه بس ان احنا نخلي بالنا من نفسنا وندرس عليها شويه حاجات اللي هي اللي بنقولها دي وبنحاول نعرفها، وهتلاقي نفسك من فضل الله يعني لما تلاقي الموضوع فيري ايزي بالنسبه لك، يعني دي فطره ربنا اصلا خلقها فينا يعني. طيب اهميه القيمه المكتسبه في متابعه المشاريع، هنتكلم عن اهميتها اللي هي مهمه بالنسبه في المشروعات احنا بنتابع فيها البلاننج والليدنج والكنترول في الكنترول. طيب بعدين مفهوم اداره القيمه المكتسبه مفهومها ايه؟ يعني ايه القيمه المكتسبه؟ متابعه المشاريع بتبقى ازاي؟ هنبص عليها هتلاقيها سهله جدا، سهله كلها يعني حاجات
اسهل من اداره القيمه المكتسبه. بعد كده هنعمل حساب الانحرافات ومؤشرات الاداء، يعني هل انا الكوست بتاعي ماشي مظبوط ولا انا الكوست بتاعي كويس ولا الكوست بتاعي زايد، هل التايم بتاعي ماشي زي ما انا مخطط او اللي هو ايه زايد او ناقص. وايه الجدول المساعده بقى باتخاذ القرار؟ احنا بنعمل البلانر او اللي هو المسؤول عن عمليه البلاننج والمونيتورنج، ان هو يعمل ايه؟ هيعمل جدول كده لما اتخذ القرار، سواء في بار شارت او سواء في اللي هو الجانت شارت او سواء في جدول عادي خالص يساعده ان هو ايه؟ هنشوف كده هنوضحه. طيب جدول المساعده باتخاذ القرار للمشروعات، خلي بالك يعني ممكن يبقى مشروع واحد انا بشتغل فيه فيبقى عندي جدول للمشروع. في جدول تاني بقى ايه للمشروعات، يعني احنا قلنا الفيلوسوفي بتاعت الاداره دلوقتي التقييم بتاع مدير المشروع اختلف مع الاي بي ام اي في الفيرجن اخر واحده، ان بقى دلوقتي المانجر بياخد سيرتيفيكيشن للثلاث حاجات، يا اما بروجكت مانجر يا اما بروجرام مانجر، 3 بيز زي ما في اول لقاء اتكلمنا عليه. تاني لقاء اللي اعطينا فيه كل الكي بيرفورمانس انديتورز بتاعت البروجكت مانجر للثلاث حاجات اللي هي البروجكت والايه والبروجرام والبورتفوليو، ان انت ممكن تبقى من بروجكت او تبقى بتمسك يعني تبقى مؤهل تعمل بروجرامز بعد كده يعني مجموعه مشروعات، او بورتفوليو يبقى فيه ايه مجموعه مشروعات يعني مجموعه برامج ومشروع ومجموعه مشروعات. فانت يعني ايه هيبقى في جدول مسائل اتخاذ القرار للمشروعات او البورتفوليو يعني الشركه. طب مراقبه التكاليف ازاي بعمل الكوست كنترول؟ هنعمل المثال المحلول لمراقبه التكاليف الوقت، والمثال ده احنا ايه سهل واحنا عملناه قبل كده. انت فاكر احنا عملنا لقاء او اثنين على ما اعتقد مش فاكر بالظبط كان لقاء في الكوست مانجمنت. الكوست مانجمنت اخذناه من اول خالص من اول اول ما عملنا الدايركت كوست والاندايركت كوست وكل انواع الكوستنج، لان ده موضوع جميل بتاع الفاينانس مانجمنت في الكوست مانجمنت. فده ايه احنا عملناه قبل كده المثال ده، وهو مثال بسيط جدا بس هو جوه يعني جماله ان انا يعني ايه كان طلب مني ان في قسم الكهرباء في يعني في دوله من الدول العربيه يعني وكده عايزين محاضره في اداره المشروعات. فايه عملت لهم الاكزامبل ده يعني مجرد ايه مشروعات بسيطه جدا، موضوع كابلات وحفر يعني حاجات اكتيفيتيز جميله جدا وسهله عشان نعرف المبدا ببساطه يعني. هو ده يتطبق بقى على اي حاجه كده بعد كده بالصوره والمصر. طيب في الخاتمه بقى في الاخر. طيب هنقول ايه دلوقتي؟ تخطيط المشاريع ومتابعتها. فنيا وزمنيا وماليا. طبعا هو فنيا مش قوي هنا يعني احنا بس احنا طبعا لازم ايه ان انا بتابع زمني وبتابع مالي يبقى لازم معايا ايه؟ الفني يعني الفني ده قبل أول اي حاجه يعني لو انا حاجه ما مش مقبوله فنيا يبقى انا ما يبقى مش هت مش هت مش هنتابعها زمنيا وماليا ازاي؟ من اهم المعوقات اللي تواجه المشاريع سواء كانت مشاريع بحث او تطوير اي نوع من المشاريع زي ما اتفقنا. احنا مش بنتكلم طبعا على الكونستراكشن بس احنا بنتكلم على الكونستراكشن ده من هو ايه اقرب لينا وشايفينه بعينينا، انما اي فكره عايز تحققها وتنفذها دي مشروع تعمل لها مشروع يتعمل لها بلاننج وأورجنايزنج والليدنج وكنترول، تخطيط تنظيم وقياده ومراقبه ومتابعه. طيب ليه زي ما قلنا برضه الاداره لاربع حاجات الفور ام مان باور ماتيريالي ماتيريال ماشينري والمان. ده اللي هي ايه تعريف المدير او الفانكشن بتاعت المدير اللي هو بيعمل اربع حاجات للاربع ريسورسز. طيب يبقى انها مقاطع تواجه المشاريع سواء كانت مشاريع بحث اي مشروع اي فكره اي 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 يعني اي فكره عايز تنفذها او مشاريع تطبيقيه، هي عدم انهاء هذه المشاريع في الوقت المحدد. يعني لما المشكله ايه؟ انا مخطط ان انا مثلا هروح حته معينه في وقت معين او هخلص المشروع ده في وقت معين. المشكله بقى ان انا يعني هل هوصل في 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 التارجت ده ولا لا؟ اول حاجه بتكلم عليها الوقت، وبعدين ضمن الموازنه المرصوده
انا عامل موازنه للموضوع بتاعي ده والرحله بتاعتي دي مبلغ كذا، مبلغ معين محدده ومحضره ومجهزه معايا. يقول ان هل انا المشروع اللي انا هعمله ده لازم يوافق 3 حاجات، الوقت زي ما قلنا التايم، وايه والكوست، ودول اللي ايه هنشرحهم بالتفصيل النهارده. تالت حاجه الايه؟ الكواليتي. ان شاء الله باذن الله تعالى اتكلمنا على الكواليتي قبل كده، باذن الله المره الجايه ان شاء الله ويل دو اور بيست، احنا هنتكلم بقى على الايه كواليتي اشورنس، لان ده موضوع مهم ولازم برضه الاداره، وان شاء الله كنا هنتكلم فيه يعني حاجات كويسه يعني باذن الله. بس يعني الناس اللي حضروا معانا او ما حضروش حتى يبصوا على المحاضرات بتاعت الكواليتي من المره دي، عشان المره الجايه يبقى عاملين ايه يعني، لانها كلها سلسله ماشيه مع بعضها. يقول ذلك لاسباب متنوعه، من اهمها طريقه تخطيط المشاريع ومن ثم متابعتها فنيا وزمنيا وماليا. طبعا الامور بقى سهله جدا دلوقتي، يعني دلوقتي انت التخطيط انت بس، انت كمدير مشروع لازم تبقى عارف. انا مش هقول لك طب انت يعني بلانر او سكيدولر او على كمبيوتر على البرمجريت بعرف طبعا كل مره بتعمل ايه واقول انا اخر ايه، نفس البرنسبل بيبقى في اي حاجه، بس انت مطالب بالتخصص اللي هو الدقيق بتاع، يعني زي مثلا المهندس حسام اللي حضر معاه المحاضرات بتاعت البلاننج، يعني ده باكج جاهز قدامك. احنا زي ما كنا امام الكلام ده بتتحسب كله بايدينا، فيعني ايه، بس انت كمدير مشروع لما يبقى عندك السنس وتخلق معاك ومع الكابابيلتيز بتاعتك ان انت ازاي تخطط هذا الكلام وتعمله، وحتى بالفيرست ستيب تعمله بايدك حد غير الكمبيوتر، ولازم برضه يبقى عندك حد ادنى ان انت تدخل على البريمافيرا وتظهر بيها بسرعه، مش هتتقنها. احنا زمان كنا بريمافيرا زمان، انما دلوقتي ما تقدرش كمدير مشروع تخلق كل الكلام ده جمله اخر. انت كمدير مشروع انت عندك حاجات يعني برضه احنا اتكلمنا عليها اعتقد في المحاضره بتاعت اللقاء بتاع الاورجانيزيشن شارت، يعني مدير المشروع ده المفروض يبقى عارف كل حاجه في مشروعه، بس مش بعمق. العمق بتاعه في تخصص واحد اللي هو بتاعه اللي هو عارفه، اللي هو اصلا كونستراكشن ماشي، لو هو مثلا ديزاينر ماشي، لو هو ستراكشر انجينير ماشي، يعني بقى له تخصص معين. انما البروجكت مانجر اللي يجي المشروع تبقى عارف كل حاجه ابتداء من تكنيكال اوفيس او من بزنس اكوزيشن لغايه المخازن ودوكيومنتيشن والكلام ده كله الاخر لازم تبقى عارفه، والكلام ده كله هتكلمنا على حاجات كتير منه. وفي طريقنا ان احنا نتكلم على ايه بقيه العناصر اللي تخليك داخل مشروعك فاهم كل واحد في الموقع بيعمل ايه وازاي وايه الصح بتاعه وتقدر تتابعه وتديه ازاي. طيب يعود ذلك لاسباب، يعني دلوقتي ايه ان انا بضمن ان المشروع ده خلص في التايم بتاعه، خلص بالكوست بتاعه، خلص بالايه؟ بالكواليتي بتاعته. النقطه الرابعه اللي هي هامه جدا دلوقتي بتتحط في كل السيستمز في الايزو والى اخره، اللي هي الايه؟ الكاستمر ساتسفاكشن. يعني الكاستمر لازم يبقى ايه؟ مبسوط، يعني ممكن اعمل ده كله كاستمر مش مبسوط يبقى انا كاني ما عملتش حاجه. يعود ذلك لاسباب متنوعه، من اهمها طريقه تخطيط المشاريع ومن ثم تبعتها فنيا وزمنيا. هنا يعني الحقيقه الفكره جاتني، هنتفرج على ايه سلايدين كده ولا 3 فيهم البهريز او الخلاصه بتاعت الموضوع كله، عشان تعرف الموضوع قد ايه بسيط. احنا عندنا اي مشروع في الدنيا بيتعمل له ايه؟ كيرف زي ده اللي هو budgeted cost of work schedule. انا خططت المشروع بتاعي وقلت وخططت له ايه؟ الكوست بتاعه، وخططت له ايه؟ التايم بتاعه سكيدجول. وبروح اعمل الكيرف ده علاقه ما بين ايه؟ ما بين ادي التايم اهو، يعني المشروع ده هياخد مده من هنا لغايه هنا. خلاص؟ وده الكيميليشن بتاع الايه؟ الشغل بتاعه، يعني ده التوتال فاليو بتاع المشروع. او التوتال كوست بتاع المشروع. او التوتال كوست بتاع اي ريسورس في المشروع. مع بعض عشان تعرفوا الموضوع قد ايه سهل. خلاص؟ يبقى ده كيرف ده انا من الاول خالص ببقى عامله ومخلصه وحطه هنا، اللي هو يعني كنا بنعمل حاجه الانستغرام لو فاكرين، ان انا كل يوم بعمل يعني كل اسبوع مثلا عندي الانتاج الاسبوعي بتاعي في الكوست بتاعه يعمل لي كذا، الاسبوع الثاني الثالث كذا الرابع كذا الخامس كذا، وبعدين بجمعهم بقى اكيوميليشن بتاع كل ده، بحيث يبقى دي ايه؟ دي التوتال فاليو بتاعت ايه المشروع.
او التوتال فاليو بتاع البادجت او التوتال فاليو بتاعت المستخلصات. يعني في ناس بتيجي لما تيجي تعمل هذا الكلام ممكن تحط الفاليو بتاعت الكونتراكت، يعني بتحط الاسعار بتاعت المؤسسه، ودي اسهل طريقه. هتحط المؤسسه انت بتعمل ايه؟ الكوست والتايم جوه التوتال بتاعه، خصوصا لو انت عايز الكلام ده هيتقدم للعميل او استشاري او حاجه، بتبقى الطريقه دي يعني ايه؟ عشان ما تشوف ما تشوفش اسرارك، ما اعرفش انت بتكسب كام من الاخر. انما واقع الامر الحقيقه يعني احنا في الشركات اللي هي يعني الجاده يعني بنشتغل مع بعض، هذا الكلام بيتعمل على البادجيتد كوست، بادجيتد يعني حتى مش السعر بتاع مش السعر بتاع التكلفه، ده البادجيتد، بادجيتد كوست اللي يعني اللي بنعمله في السيكونس اللي كنا بنتكلم زمان. اتس اوكي. فعندك الايه؟ البادجيتد كوست اوف ورك بيرفورمد. خلينا كان الاول اللي قلنا ايه بريد كوست اوف ورك سكيدولد. خلي بالكم انا بعمل التيرمز دي لان التيرمز دي هي اللي موجوده من زمان. التيرمز دي موجوده بقى لها الثمانينات، الثمانينات كام سنه دلوقتي؟ لا 40 سنه. طيب التيرمز دي الاصليه خالص قبل ما ايرن فاليو تاخد الايه؟ الاسم بتاعها. وهقول لكم برضه ايرن فاليو اخذت ايرن فاليو ليه؟ الايرن فاليو اللي هي بادجيتد كوست اوف ورك بيرفورم. يعني انا جيت بعمل اونزر من عند النقطه دي، يعني جيت بعد النقطه دي بعد شهر من المشروع زي ما هيبان عندنا في الاكزامبل اللي احنا بنعمله واللي عملناه قبل كده عند النقطه دي كده اهو، عايز اعرف مشروعي هل مشروعي كسبان ولا خسران؟ عايز اعرف مشروعي التايم بتاعه مظبوط خلص في التايم بتاعه ولا ما خلصش في التايم بتاعه؟ تمام؟ هقف عند النقطه دي. اول حاجه عندي ايه؟ البادجيتد كوست اوف سكيدول، القيمه دي موجوده عندي اوريدي محسوبه من الاول خالص ومعمول الكيرف ده. طب ايه اللي مش عندي بقى؟ عندي البادجيتد كوست اوف ورك بيرفورمد. انا خلصت كميه اعمال كذا خلاص، بشوف الاعمال اللي انا عملتها دي المفروض كانت تكلفني كام؟ يعني بادجيت كوست اوف ورك بيرفورمد اللي هي الايه؟ المفروض الاعمال اللي انا خلصتها دي انا كنت عامل لها بادجت كام؟ دي الايرنت فاليو. عشان كده سموها دلوقتي ايه؟ الايرنت فاليو بناء على القيمه دي. يعني البرايد كوست اوف ورك بيرفورم هي الايرنت فاليو اللي هشوفها في الايه؟ في الـ في الـ في الـ في الـ في السلايد في السلايد اللي ورا ده. يبقى قيمه الايرنت فاليو اللي هي ايه؟ البادجيتد كوست اوف ورك بيرفورم اللي هي القيمه المخططه لايه؟ للعمل اللي تم. طيب فاضل لي نوع الحته الثالثه ايه؟ الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورمد، السعر الحقيقي او الواقعي للشغل اللي انا خلصته. يعني انا خلصت حاجه معينه من الشغل، البادجيت كوست بتاعه ايه؟ ده الايرنت فاليو اللي هي القيمه المكتسبه اللي انا المفروض اكتسبها. طيب هاجي اشوف الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورم، الاكشوال بقى ايه؟ هقارن البادجيت كوست ده بالاكشوال كوست، يبقى انا عرفت ايه؟ مشروع كسبان ولا خسران؟ لو قسمت البادجيت كوست اوف ورك بيرفورم على الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورم طلع لي اكثر من واحد، يبقى الكوست بتاعي حلو. معايا؟ في تخيل؟ يعني انا دلوقتي انا عملت نفس حجم العمل، انا كنت مخططه ب 100 مليون مثلا، انا خلصته ب 90 خلاص؟ يبقى الخطه اللي انا عاملها بجيت كوست فوق الايرن فاليو كانوا 100 وانا خلصتهم ب 90، يبقى انا متقدم بنسبه كام؟ 100 ناقص 90 على الـ على الـ على 100 يبقى 10% بس خلاص؟ اللي هي البادجيت. فدي هنتكلم عليها بتفصيل، لكن انا بقول لكم ان الموضوع ايه؟ ببساطه الموضوع ايه؟ النوع الثاني بتاع التايم. طيب انا هنا البادجيت كوست فوق بيرفورمد اللي هي ايه؟ اللي هي زي ما قلنا الايرن فاليو، هقارنها بايه؟ بالبادجت كوست اوف ورك سكيدول. طيب الورك سكيدول الورك اللي انا مخططه خلاص معمول له ايه؟ هنا ما معروف ده احنا اول حاجه حسبناها قلنا. لو جيت انا قسمت البادجت كوست اوف ورك بيرفورمد للشغل اللي اتعمل على البادجت كوست اوف ورك سكيدول، يعني قيمه الشغل اللي انا خلصته وقسمته على قيمه الشغل اللي كان المفروض اخلصه.
واصله؟ فيبقى اذا من الطريقه دي هعرف هل انا اشتغلت اكتر ولا اقل. لو قسمت الايرن فاليو دي او البادجت اوف ورك بيرفورم على البادجت كوست اوف ورك سكيدولد، يبقى انا هعرف اذا انا متقدم او متاخر. لو هي 1 بوينت حاجه يبقى انا برضو ايه متقدم، لو اقل يبقى انا ايه متاخر. هنا الايكويشنز بقى اللي هي اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي واسهل ما يكون، اللي هو الايه سكيدولد فاريانس. طبعا الكلام كله اتحول لفلوس، خلي بالك بقى فلوس دلوقتي، يعني انا دلوقتي بقيس وقت بقيس كوست بالفلوس قيمه فاليو، يعني عشان يبقى فاليوز حولت كل حاجه لايه اللي فيش عشان اقدر اقسمها من بعض، ولما اقسمها على بعض هتبقى ايه؟ هتبقى نسبه مطلقه. طيب يبقى السكيدولد فيريانس عباره عن بادجت كوست اوف ورك بيرفورم اللي هي الايه؟ الارن فاليو، البادجت كوست اوف ورك بيرفورم اللي هي اصلا هحسبها من الاول خالص، اللي حاسبينها اللي حسبتها عند النقطه اللي انا شغال عندها ماينس الايه؟ البادجت كوست اوف ورك سكيدولد. ماشي؟ طيب لو لقيت ان ده اكبر من واحد يبقى انا ماشي صح. خلاص؟ طيب او في السكيدول بيرفورمانس اندكس اللي هو ايه؟ نسبه الاندكس بتاع السكيدول بيرفورمانس، هيبقى بجيت كوست اوف ورك بيرفورم بدل ما انا بقسم، يعني دي كانت مثلا 100 ودي يعني قلنا ان احنا ايه؟ كان بجيت كوست الورك سكيدول كان 100 وانا ايه؟ عملتهم 90، يبقى انا هقسمها هنا اهو الايه؟ البجيت كوست اوف ورك بيرفورمد 90 على 100، لو قسمتها على ال 100 يبقى انا ايه متاخر. يعني لو دي 100 ودي 90 يبقى انا ماشي 1 بوينت حاجه، يبقى انا ماشي صح. ماشي؟ طيب ده الكوست فيريانس، يعني ده كلامنا على الايه على التايم، هنا هيديني التايم سكيدول فيريانس والايه؟ والسكيدول بيرفورمانس اندكس. طيب هنا الكوست فيريانس عباره عن ايه بقى؟ البادجيتد كوست اوف ورك بيرفورمد ناقص الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورمد، زي ما كنا بنقول من شويه. باي الكوست اوف ورك بيرفورمد يبقى ايه؟ الكوست بيرفورمانس اندكس عباره عن البادجيت اوف ورك بيرفورمد على الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورمد. حاجه كده برضه شغل المهندسين، يعني اللي هم اللي احنا يعني ايه؟ لو قسمت دي على دي وبشطب دول هتلاقي ايه؟ الورك بيرفورمد والورك بيرفورمد واحد، يبقى دي بادجيتد كوست على الاكشوال كوست. ما بادجيتد كوست على الاكشوال كوست بيديني ايه؟ انا متقدم ولا متاخر على طول؟ ده شغل كلام مهندسين بقى، اللي احنا بن ايه؟ بن يعني بنوري ان احنا برضه عندنا برضه حاجات يعني الحاجات اللي خلينا نقرف الحاجه بسرعه يعني. السيم ايكويشن دي هي دي. بس دي بقى الليتست سيستمز. يعني انت مش هتلاقي الكلام ده في الكتب دلوقتي وفي المراجع وفي الكلام ده، هتلاقيه ده موجود دلوقتي ايه؟ اللي هي سكيدول فاليوز عباره عن ايرنت فاليو. الايرنت فاليو اللي هي بادجيتد كوست اوف ورك بيرفورمد، دي العنصر الاساسي اللي تسمى باسمها الايرنت فاليو ناقص الايه؟ الايه؟ البروجكت ايه؟ في سكيدول الايرنت فاليو، الايرنت فاليو ناقص البروجكت فاليو او دي واحده البادجيت كوست اوف ورك سكيدول اللي هو الفاليو اللي موجوده بلاند فاليو، البلاند فاليو اللي هي بادجيت كوست اوف ورك سكيدول اللي هي بلاند فاليو، ودي بلاند فاليو يعني الايرن فاليو ناقص البلاند فاليو هي ايه؟ هتديني ده الاس بي اي نفس القيم دي، بس احنا هنا استعملنا خلاص هيبقى البلاند فاليو اللي هي السكيدول فاليو يعني وايه وناقص الايرن فاليو. طيب هنا الايه الكوست الكوست فاريانس، هنا الكوست فاريانس كان سكيدول فاريانس الكوست فاريانس، الكوست عباره عن الايرن فاليو اللي هي قلنا برضه البادجيتد كوست اوف ورك بيرفورمد ناقص الايه؟ الايه؟ الاكشوال ايه فاليو، يعني دي الاكشوال كوست فول اللي هي الاكشوال فاليو، ما بقاش بقى كذا، ودي الايرن فاليو ناقص ايه الاكشوال فاليو. الايكويشنز دي اللي هي شغاله دلوقتي واللي هتلاقيها في كل حاجه. يبقى الايرن فاليو عباره عن ايه؟ الايرن فاليو هي بادجيت كوست اوف ورك بيرفورم، الاكشوال فاليو اللي هي الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورم هي نفس الموضوع، بس دي المسميات القديمه اللي هي كنا بنشتغل عليها من زمان قوي او بطاله الكنترول يعني. البلان فاليو اهي عباره عن ايه؟ بادجيت كوست اوف ورك ايه سكيل. طيب ده الحقيقه اللي برضه ده كلام قديم قوي معانا، بس ايه برضه ايه اكيد اكيد في ناس بتستخدمه برضه دلوقتي، لان يعني هو ده جميل قوي مهم قوي.
ده بيعمل ايه الكلام ده؟ يعني ما اعرفش انا بقالي زمان ما شفتش حد مطبق الكلام ده، لكن انا حبيت برضه اقول عشان تبقوا عارفين التاريخ ماشي ازاي، وان ده برضه ده من الكيرفز اللي هي الحلوه اللي هي توريك بسرعه مشروعك ماشي ازاي. المشروع بتاعي هنا ده الافقي ده اللي هو الايه؟ السكيدول بيرفورمانس اندكس، اللي هو الاندكس بتاع السكيدول بتاعي 1 ده البوزيتيف، يعني هو 1 بوينت حاجه بالنسبه للسكيدول فاريانس، يبقى انا ايه؟ هتبقى هنا هيبقى على ده، وده الكوست بيرفورمانس اندكس هيبقى ايه؟ على ده برضه ال 1 بوينت حاجه هيبقى هنا. يبقى انا عندي الربع ده اي نقطه تقع في الربع ده هتبقى ده بوزيتيف وده بوزيتيف، يبقى الكوست بتاعي حلو والسكيدول بتاعي ايه؟ كويس. طب الربع الثاني هنمشي عكس الاتجاه معلش، الربع الثاني لو انا هنا يبقى ايه؟ السكيدول بتاعي وحش متاخر والايه؟ والكوست بتاعي ايه؟ كويس 1 بوينت حاجه. طب ده اوحشهم بقى، انا السكيدول بتاعي متاخر اقل من 1، يعني السكيدول هنا اهو والايه والكوست اقل من 1. هنا عندنا السكيدول اقل من 1 لكن الكوست ايه؟ فوق ال 1، يبقى الكوست بتاعي كويس. طيب هنبص على ايه؟ على ده بسرعه، ده يعني ايه الكلام ده؟ انا بدات هنا عند الواحد مش الصفر، خلي بالك. الواحد ده اللي هو بيمثل اول ما بدات المشروع. خلاص؟ طيب انا جيت بعمل مونيتورنج بتاعي كل اسبوع. طبعا جيت اول اسبوع او كل شهر او كل واحد وقت يعني، بس انا يعني انا بيرسونالي اي بريفير ان كل اسبوع لازم هذا الكلام يتعمل بدقه شديده، وممكن اتعمل كل يوم مثلا، عشان مش عايزين ايه؟ برضه ان احنا الناس ما ايه؟ ما تهربش مننا وما تزعلش مننا يعني. كل اسبوع ماشي هعمل ايه؟ هحسب الايه؟ السكيدول بيرفورمانس اندكس. وهعمل ايه؟ الكوست بيرفورمانس اندكس. الاقي السكيدول بيرفورمانس اندكس هنا 1.3. والكوست بيرفورمانس اندكس فين؟ على 1.2، يبقى انا عملت النقطه واحد. ماشي الحال؟ طيب الاسبوع اللي وراه او المرحله اللي وراه لقيت ان السكيدول بيرفورمانس اندكس 1.1، انا لسه كويس يعني كبرفورمانس كويس، بيرفورمانس في السكيدول او في التايم كويس، لكن اقل من الاول. خلاص؟ وعند الكوست بيرفورمانس اندكس احلى بقى 1.7، يبقى انا هطلع من النقطه دي للنقطه دي. بعد اول شهر وصلت هنا نقطة واحد، تاني شهر نقطة اتنين، ورا بقى الشهر التالت حصل معايا ايه؟ السكيدول بيرفورمانس اندكس اتصلح بقى 1.4، والايه؟ والكوست بيرفورمانس اندكس نزل شوية بعد ما كان 1.7 بقى 1.6. مش حلو، جيت هنا. طب جينا الشهر اللي وراه لقيت نفسي جيت هنا، يبقى انا حصل عندي هنا ايه؟ مشاكل خلتني انزل هنا، صح؟ عندي هنا في ايه بقى؟ ان دلوقتي السكيدول بتاعي باظ، انا التايم بتاعي باظ، يعني حصل معايا مشاكل في الحته دي خلت السكيدول البرفورمانس بتاعتي في التايم باظت مني. فانا هنا ايه؟ ابقى اول نقطه اربعه دي بتقول لي خلي بالك انت متاخر في الايه؟ في السكيدول. انت كويس في الكوست، انت كويس في الكوست، عندك ال 1.4 خلاص؟ طيب اروح انا ايه؟ بحاول اظبط نفسي، اروح عم بيحصل ايه؟ نزلت في الكوست شويه خلاص. لسه يعني لسه ما 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 حققتش نجاح كامل، الكوست نزلت فيه شويه والتايم برضه ايه اتاخرت فيه شويه تانيين، يعني دي النقطه دي اوحش من دي. طيب اروح انا عامل ايه؟ نازل تاني هنا، انا عمال بقى ايه بقى؟ عندي مشكله دلوقتي، يعني انا في التايم ده وفي التايم ده وفي التايم ده، يعني التايم ده والتايم ده، وبدات ايه؟ بعالج نفسي حته حته. لما جيت هنا ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل هنا بقى؟ ان الكوست بقى وحش اهو تحت اهو، والايه والسكيدول بقى وحش. يعني دي اوحش نقطه في المشروع اللي هي النقطه السكه اللي هي سيرس متابعه. والكلام ده وارد، نخلي بالنا يعني في حاجات كتير جدا في المشروعات، عشان كده المتابعه الاسبوعيه او اليوميه، المتابعه دي من اهم حاجات في المشروع. لان انت لو عملت برنامج الزمني زي ما بيعملوا ناس كتير قوي، ويقول لك انا بقى ايه بقى، انا العقد بتاعي فيه ان اقدم برنامج زمني، انا مش مكتوب في العقد انت تتابع، مكتوب طبعا انك تعمل الريبورت بتاع، بس الناس بقى ايه مش حاسب اهميه المتابعه، وهنفهم الكلام ده ليه واحنا ماشيين. طيب
اروح هنا بقى بدات ايه، انا حاسس ان انا خلاص انا غرقت، فبعمل ايه، عملت جهد كبير جدا جدا جدا، خليت ايه، صلحت الايه السكيدجول، انما الكوست لسه ايه ما تصلحش، ماشي الحال. طب اللي وراه بقى، جيت انا رحت جاي فين، في 8 اسبوع او في 8 شهر او في 8، لا صلحت السكيدول بتاعي، السكيدول بتاعي بقى يعني ايه 1.6 حاجه اهو، بقى انا بقيت انا ممتاز بقى في الفتاة. يعني لحقت نفسي في المرحله دي، وبعالج بعرف ايه المشكله وبحددها وبظبطها وشوف ايه علاجها ايه، اشتغل اوفر تايم بقى اجيب مع البطل اصرف ان انا بس السكيدول يصلح، وفي نفس الوقت الكوست برضو عرفت تسيباتي فين، والكوست وصل معايا لكام؟ 1.2. يبقى انا صلحت الايه الاثنين. اخر خطوه بقى، لما بنقول ايه اي سباق في الاخر بيبقى فيه ايه شويه يعني اي واحد في الجري في السباقات بتلاقي في الاخر بيحصل ايه، اللي بيلعب سباق يحط وشه في الميه وطخ طخ 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 خالص، فهو جاي هنا ايه حط وشه في الميه وقدم بقى عشان يصلح السكيدول ويصلح ايه الكوست بتاعه. عرفنا اهميه الكيرف ده، الحقيقه مش بشوش كتير دلوقتي في بروجكتس، بس يعني ايه، بس ده اهم جدا، وهم جدا ان يبقى قدام عين مدير المشروع وقدام عين برضو الابر مانجمنت عشان يبقى عارف ايه مشروع ماشي ازاي ومشاكله ايه في حته كيرف او في حته الصفحه شكلها، يعني مش ما ينمش على حاجه، لكن دي بتدي لك تاريخ المشروع كان ماشي ازاي، كوست وتايم. ارجو ان يعني احنا نكون يعني ايه ماشيين، يعني ايه موضوع احنا مبسطينه، بس التبسيط اللي هو ايه لا يخل بالاداء، وبالعكس يعني عشان يعني انت تبقى عارف انت راجل مدير مشروع، تبقى فاهم البلانر بيعمل معاك ايه او المونيتورز بيشتغل معاك ازاي او الى اخره. طيب هنا بقى هنقول بقى ايه اللي بيحصل، ايه اهميه القيمه المكتسبه فاليو الايرن فاليو في متابعه المشروع. لا تقل متابعه المشروع اهميه عن تخطيط المشاريع. ما انا لو ما تابعتش التخطيط اللي انا عامله، يبقى انا التخطيط ده ما زقلته لان انا يعني ايه خططت ما نفذتش. يعني انا قلت ان انا هنزل مثلا، لا في الحاجات الصغيره انا هنزل هاخد تاكسي واروح الشغل، نزلت ما خدتش تاكسي قعدت ادور بقى على مواصلات وعلى مش عارف ايه بتاع هتاخر، يعني ما تابعتش نفسي بقى ان انا كنت المفروض اعمل ايه. فالمهم ان انا اللي خططته انفذه، يظل عندي يفضل عندي ايه بقى، ان هل اللي انا خططته اصلا تم تنفيذه بالكوست اللي انا خططته اصلا ولا لا، وهل انا بالنسبه للتايم اللي انا خططته ده طبقا للتايم اللي انا كنت اللي انا كنت حاسبه ولا لا، وابتدي اعوض في السكه. تمام، فدي ايه خلاص لان انا حسيت ان احنا فوتنا. هي دي مهم قوي. لا يفيد تخطيط المشروع شيئا اذا وصلنا وقت تسليم المشروع للجهه الطارحه وجدنا اننا عاجزون عن تقديم المنتج او الخدمه نظرا لعدم احتياجاتها او ضياع كثير من الوقت او صرف كثير من الاموال. في ناس تفضل نايمه والمالك يفضل نايم والاستشاري يفضل نايم، لا يعمل تقارير يوميه ولا يعمل متابعه ولا يعمل اجتماعات ولا يعمل ويجي قبل انتهاء المشروع كده باسبوع ولا بتاع يقول لك ايه المشروع جاي هيخلص بقى هستلمه الاسبوع الجاي. الخبر اسود، يبتدي من اول يحس او يفهم يعني ان هو في ورطه، يبتدي يجري ويرمح. طبعا ده احد الاسباب الرئيسيه في ايه؟ في فشل او تعثر المشروع. هو ممكن يخلص في الاسبوع ده بس على حساب ايه بقى؟ على حساب الكواليتي، على حساب الكوست، لان طبعا لو هو بيشتغل مثلا 20 عام بس الموقع عايز له 60، لو اشتغل شيفت واحده لا عايز يشتغل 2 شيفت 3 شيفت. يعني القصد ان يعني ايه؟ ان لو الموضوع ماشي منتظم من الاول خالص، والبلاننج احنا اتكلمنا عن الموضوع ده برضه في المحاضرات اللي فاتت او في اللقاءات اللي فاتت، لو البلاننج اتعمل بشكل مظبوط وبشكل عملي وبشكل بحسابات مظبوطه وبخبره مظبوطه وبتقييمات مظبوطه وبحسابات مظبوطه ونفذت وتابعت التنفيذ وعالجت المشاكل وانا ماشي، هلاقي نفسي ايه مشروعي اتعمل واتعمل كويس. طيب لا يفيد تخطيط المشروع شيئا اذا وصلنا وقت تسليم المشروع للجهه الطارحه
احنا مش عارفين لا نسلم المنتج ولا نسلم البائع ولا الاخر. خلاص؟ طيب، يقدم نظام اداره القيمه المكتسبه الاورنمنت سيستم اهدافها على لمتابعه المشاريع. ذكرناها تربط بين ايه؟ الانجاز الفعلي للاعمال المخططه ضمن المشروع مع الزمن الذي ينقضى والتكلفه التي تم صرفها مقارنه مع خطه المشروع الزمنيه والماليه. انا بقارن يعني عند اي نقطه انا وقفتها بعد اسبوع، مره بعد اسبوعين، مره بعد شهر، مره بعد ثلاث اشهر. عند النقطه اللي انا فيها انا كنت مخطط هخلص شغل قد ايه؟ في وقت قد ايه؟ كنت مخطط ايه؟ وايه اللي انا هو ايه اللي انا نفذته؟ ايه الاكشوال بقى؟ بدل ما انا كنت مخلص ان انا هخلص مثلا 100 وحده مثلا، خلصت 90 بس. بقيت متاخر في الايه؟ في التايم. ماشي؟ طيب الكوست، بدل ما كنت هعمل ال 90 دول الباندا مثلا ب 100، يبقى 9000 وحده. لا، ده انا خلصته بايه؟ ب 10000 وحده. يبقى انا الكوست بتاعي ايه؟ خسر مني. يبقى انا محتاج ان انا بقى ايه؟ الطريقه دي على بساطتها لكن بتديني اندكس انا ماشي صح ولا ماشي غلط، ولا سعر فوق ولا تايم، لان هو عاده التايم والكوست هم دول ايه اهم حاجتين. طبعا الكوست دي هنتكلم فيها كتير، وعرف دايركت كوست والاندايركت كوست والمارك اب كل الكلام ده من اخره، وممكن نرجع تاني له في اللقاء اللي احنا عملناه، وكانت كانت مفيده يعني. طيب الايرننج فاليو مانجمنت سيستم اهداف على متابعه المشاريع اللي كانوا تربط بين الانجاز الفعلي للاعمال المخططه من المشروع مع الزمن الذي انقضى والتكلفه التي تم صرفها مقارنه مع اي خطه مشروع زمنيه وماليه. انا عامل بلان يعني سكيدول والكوست او بادجت للكوست، وبقارنه بقى ايه عند كل نقطه انا واقف عليها فايه في النقطه انترميديت بنسميها مايل ستون بقى حتبان بعد كده بنسميها زي ما احنا عارفين يعني. مفهوم اداره القيمه المكتسبه ايه بقى؟ بعد مقدمه محاوله المتابعه والمراقبه لاداره المشاريع، نعرض مفهوم اداره القيمه المكتسبه، ثم نفصل طريقه اعتماد اداره القيمه المكتسبه في متابعه المشاريع، ثم نبين ابرز الحسابات والانحرافات الممكنه. يعني كل ده احنا هنعمله يعني واحنا شغالين في اللقاء. بعد ذلك هنوضح اهميه مؤشرات الاداء الناجمه عن هذه الطريقه اللي هي الايه؟ الكوست بيرفورمانس اندكس والايه؟ وال انا هتكلم في الاول، ودي في الاخر هتلاقوا نفس السلايد دي في الاخر عشان نعرف ان احنا يعني ايه قدرنا نوفي المواضيع دي. فكره جاتني الحقيقه وحبيت ان احنا برضو ايه نبقى يعني يبقى عندنا فكره احنا رايحين فين من الاول خالص، ونبقى احنا ان احنا يعني ايه في الاخر هنعرف ان احنا وصلنا فعلا اللي احنا عايزينه. في اتخاذ القرار قبل ان نختم العرض باهميه اعتماد هذه الطريقه في متابعه مشاريع البحث العلمي والتطوير الصناعي. يعني هذه الطريقه ممكن نستخدمها في اي نوع من المشاريع، بحث علمي تطبيقي في الصناعه في الزراعه في صواريخ الفضاء في اي حاجه دي يعني، وعلى بساطتها وعلى الايكويشن بتاعتها وعلى السمبلستي بتاعتها، انما دي تتطبق على اي نوع من المشاريع. طيب شكل المتابعه والمراقبه جزء كبير عمل مدير المشروع. احنا قلنا الفانكشنز اوف مانجمنت ايه؟ تاني بلاننج اورجنايزنج ليدنج وكنترول. الكنترول في ايه؟ متابعه ومراقبه، المونيتورنج والكنترول. ماشي؟ عمل مدير المشروع دي مرحلة جديدة يعني. خلاص؟ إذا كان المشروع صغير المتابعة مباشرة بحضور فيزيائي تمكن مدير المشروع من تجاوز كل العقبات والمشاكل التي تتعرض فيه. لو مشروع صغير بعمله بعمل عمارة صغيرة مثلا 100 دور ولا حاجة أو 50 دور، بعمل كام فيلا كده حاجات صغيرة قوي. يبقى مدير المشروع أما بيجي فيزيكالي بيشوف بعينه وبيقارن ده بده يعني، الموضوع بيبقى سهل يعني. انما في مشروعات كبيره بقى، في مشروعات كبيره مشروعات بمليارات دلوقتي، مشروعات بمليارات وبيبقى فيها ناس كتير و الى اخره. المتابعه غير الرسميه تكون غير فعاله، يتطلب نوع من المشاريع نظاما وحيدا للمعلومات تستطيع قياس اطفال من المشروع بنسبه الخطوات. يعني مشروعات كبيره تحتاج بقى للكلام ده، لان هي كوشه مبسطه بس بتطبق بقى على ايه؟ على بنود كتيره جدا. لكن النهارده البرامج اللي هي بتنشا كلام زي بريماريرا زي فاست تراك زي شورت تراك زي الام اس بروجكت فيها الكلام ده كله موجود، ودي يعني ايه
مهم جدا انك تتعمل. وانا يعني برضو احب يعني اصارحكم يعني ان ما فيش حاجه اسمها مشروع ما يتعملوش تقرير اسبوعي واجتماع اسبوعي. اجتماع اسبوعي في المالك، في الاستشاري، في البي ام او، البي ام او وفي المقاول، لازم يكون في اجتماع اسبوعي. المشروع اللي بتاع في اجتماع اسبوعي وبنستعرض في كل حاجه نتكلم عليهم مظبوطه من موتورنج وكل حاجه، ده اللي هو ايه، ده يمكن المبدا اللي هو ايه متطبق دلوقتي في الاجايل، ان تخلي البيس بتاعتك صغيره. وبرضه دي الحاجه اللي انا بصر عليها برضه بالنسبه للشغلانه في المقاولات، الاجتماع اليومي للطقم بتاع الشغال في الموقع الكونستراكشن هام جدا، او في غير الكونستراكشن. الديلي ميتنج من اهم ما يمكن، مش ديلي ميتنج عشان نخطب والناس يجي مدير المشروع بقى يقعد يفهمهم ايه والحكايه والروايه واحنا اصلنا واحنا، لا، الميتنج المفروض ان الناس اللي انا جايبها عشان مدير المشروع انا بسمع منهم اكتر وبكلمهم اكتر ما بقول لهم. طيب، المعروف ان المتابعه والمراقبه هي اقصى مواضيع التي لا يتم التركيز عليها في اداره المشاريع. ليه؟ اللي هي ايه؟ المتابعه والمراقبه اللي هي المونيتورنج والكنترولنج. ليه بقى؟ الناس بتحاول تهرب منها في قطاع المقاولات او في اي قطاع. لان هي بتحمل يعني هي بتعني ان انت بتراجع بتشوف الناس نفذت ولا ما نفذتش؟ ونفذت قد ايه من اللي كان مخطط؟ او صرفت قد ايه من اللي كان مخطط؟ فايه ده نوع من ايه، فاهمين ان ده تحميل مسؤوليه. يعني انا بدور على واحد عشان احمله مسؤوليه الغلط على المشروع، ده كلام مش مظبوط. ده يعني لو انا عندي النظام عامله صح وعامل الموضوع عامل كده مظبوط، اي واحد هديه محترف وتحطه في المكان اللي هو المفروض يتحط فيه عمر ما شاق ما هيجرى له حاجه. انما الناس اللي هي يعني ايه مش مقدره يعني اهميه الاداره او مش مقدره اهميه المتابعه، طبعا مش هتبقى مبسوطه قوي لما تقول تروح شوف انت عملت ايه النهارده وبكره وبتاع. وانا شخصيا بيرسونالي لما ببقى في المكتب الفني، بالنسبه لي لازم كل واحد في المكتب الفني بيعمل تقرير يومي ايه الشغل اللي عمله وخد منه وقت قد ايه، وده بيفيد جدا. مش المكتب الفني، كان المكتب الفني عشان هو ايه الحته الوحيده اللي محدش برضه بيفكر فيها يتعامل فيها كده. انما انا يعني دايما بعمل هذا الكومبيتيشن لان ده بيفيدني في حاجات كتيره جدا. اولا ببقى عارف مين اللي عمل الحاجه. نمره اثنين المعدلات قد ايه. نمره ثلاثه الانتاج قد ايه. طيب، موضوع ارضيه عموما ضمن بيئه العمل ان تتمتع بنظام متابعه فعال لا يستطيعون التخيل الامكانيه اداره المشروع من هكذا نظام. انا شخصيا ما اقدرش اتخيل مشروع ما فيهوش يعني اللي بيعمل المشروع اللي بينفذ مشروع وما عندوش المتابعه الفعاله ده عبقري. ده لو نجم عن مشروع يعني يبقى عبقري. يعني عنده حاجات يعني احنا ايه حاجات قدرات بقى اللي هي وقدرات يعني احنا ايه ما ملناش فيها. ما فيش حاجه اسمها مشروع يتعمل من غير ما يبقى فيه متابعه ومراقبه تتاكد تماما ان سير المشروع صح. فهم يستطيعون التحسس فوق هذا النظام على الصعيد الفردي وعلى الصعيد المؤسسي ككل. ان من يعارض مثل هذه الانظمه المتابعه او يقللون من اهميتها يضيعون فرصه عليهم ليصبحوا مدراء اكفاء. دي نقطه مهمه جدا وده احنا بنقوله. امال احنا بنقول ليه رود ماب تو بي انترناشونال بروجكت مانجر؟ ليه؟ لان انت لما ما عملتش كده اي هتتكشف. يعني اي شركه يعني شغاله اي مانجمنت سيستم بقى باي ميثودولوجي بي ام بي ببريس 2 بالكور اوف انجينيرنج سيستم باي ميثودولوجي في العالم كله او اخره هو بيعمل الحكايه دي. خلي بالنا هم الفور فانكشنز بيعملوا يتحمل على الفور ريسورسز عشان يخلص مشروع ببساطه متناهيه. وكل الناس في العالم بتطبقه كده، بس واحد بيطبقها بالعربي، واحد بيطبقها بالانجليزي، واحد بيطبقها بالفرنساوي، واحد بيطبقها بالكوري، واحد بيطبقها بالياباني. انما هو كل المواضيع كلها نفس هي. ما حدش اعتقد ما فيش عبقريه. خلي بالنا يعني هي الموضوع منهج ونهج وكالتشر وعلم. مش احنا مش بنتكلم في حاجه يعني ده يعني حتى اما تبص على كنت على بروجكت مانجمنت الكبار هتلاقي اول مشروعات بيتكلموا عليها
تعتقدوا ايه؟ مشروع الاهرامات، مشروع سور الصين العظيم، اتبنوا ازاي؟ بيقعدوا بقى ايه يتخيلوا بقى ويقولوا ان المانجمنت بدا من زمان يعني. وانا رايي الشخصي، استقرائي الشخصي، ان المانجمنت ده فطره ربنا خلقها فينا وخلقها في جميع مخلوقاته، حيوانات وطيور وحشرات وكل حاجه موجوده عندنا كلنا من اولنا لاخرنا. واللي بقى اللي شاطر اللي هو يعرف يستغلها صح، ويعرف ان هو يتقدم فيها صح ويتعلمها صح ويطبقها صح. فهم يصلون التحصل ايضا على الصعيد الفردي وعلى صعيد المؤسسه ككل، نكون عاوزين قليل كذا وضعين فرصه على انهم يعني اللي يقول لك احنا يعني خسرانين ايه ولا خسرانين ايه، ما احنا طول ما لنا شغالين كده هنقعد نتفلسف بقى، وتقول لي بريمافيرا وتقول لي فاست تراك وتقول لي شورت تراك وتقول لي بيم وتقول لي كونتراكت مانجمنت وتقول لي بروكيورمنت وتقول لي يعني في ناس يقول لك ما احنا شغالين بقى لنا 100 سنه ما عرفتوش الكلام ده كله، انتوا جايين تتفلسفوا علينا. اقول له لا، احنا يعني اتخرجنا كنا بنشتغل بسكادرول، لما مسكنا كالكوليترز اللي هي دلوقتي يعني لو اشتريت ب 10 جنيه عيش بيديلك كالكوليتر عليها، طلعت واحنا بنشتغل بعد كده بروجرام بالكالكوليتر، بعد كده طلعت الكمبيوترز بقى لغايه ما وصلنا لمرحله دلوقتي انك كنت قاعد في بيتك تقدر تتابع مشروعك لو هو في امريكا. فيعني ايه يعني محدش يعني ايه يتمسك باي حاجه حتى لو اعتقد ان هو كان ناجح فيها يعني. حتى لو اعتقد ان هو كان ناجح، لان العلم النهارده بيتقدم تقدم رائع وبيدي للناس الميثودولوجيز كلها حلوه، وبيدي يعني بيسهل اي حاجه، وهذا نستغل هذا الكلام والكالتشر والفكر بتاعنا كله يتغير. ما بقولش لا ده انا ما حدش يحجر نفسه. طيب كل ما عاوز لازم نتوقع ويقول لنا اهميه ويقول فرصه على المستقبل الرائع، وربما يضيعون فرصا كبيره على مؤسساتهم. وده قابلني كتير، قابلني كتير قوي، قابلني كتير قوي قوي قوي. ندخل مكان يا اخوان في الاوضه الشرط بتاعكم، ده في رفض الله، تلاقي مؤسسه طويله عريضه طويله عريضه مش قوي. يعني سواء هنا في مصر او بره مصر او اي حاجه، والبرج بتاعها اللي هو المكاتب عماره 10 ادوار، ولا فيها كارت تنظيمي ولا فيها سيستم ولا فيها كواليتي سيستم ولا فيها مانجمنت. يعني بايه بكده؟ ما اقدرش اقول بالبركه، يعني ما بحبش كلمه البركه تتحط في هذا الكلام. هي هو ايه ارزاق وبتيجي، انما الحاجات اللي زي كده ما بتعيش مهما كبرت. ودي حاجات قدامنا كتير، حصلت كتير جدا هنا قدامنا، حاجات في مصر كتير كتير، مؤسسات كتير جدا وقعت بسبب ان هي تمسكت بالتخلف ده. بره برضه في العالم العربي شركات كانت كبيره جت شغل بمليارات ووقعت برضه، لانها ما رفضت انها تغير الكالتشر بتاعها، ورفضت المانجمنت سيستم، ورفضت انها تعمل دي انجينيرنج او ايه او الكلام ده كله. مهم جدا جدا جدا، ولعت اي حاجه في اي وقت. لا يا اخي احنا الكوميونيكيشن بتاعتنا معاكم، اللي عنده اي مشكله في شركته في مشروع في اي حاجه احنا اوريدي لاي خدمه او نسمع اي حاجه يعني. طيب تعتبر اداره القيمه المكتسبه الاورنج فاليو او الاورنج فاليو مانجمنت اختصارا احد اشهر هذه الانظمه الاكتسابيه عمرها كلها المشروع. احنا شفنا هل في حاجه ده كلهم يعني ثلاثة فاكتورز منهم واحد اصلا معمول في اول المشروع والاثنين التانيين بيتحسبوا البادجت كوست اوف ورك بيرفورم والاكشوال كوست اوف ورك بيرفورم. دول التو فاكتورز بيتحسبوا في ايه في الفتره اللي عايزه، في الاسبوع او في الشهر او في اليوم او في السنه او اي حاجه. فالتو فاكتورز بس الباقي اللي هي الايه اللي هو الكيرف نفسه اللي هو الايه بتاع البادجت كوست اوف ورك سكيدولد اللي هي الدياجرام اللي احنا الاس كيرف اللي معمول من الاول خالص اللي هو الكوميونيشن بتاع ايه قيمه المشروع. طيب بيسمح نظام المتابعه فاليو ميثود بالاجابه على الاسئله ايه بقى؟ ما هو الوضع الحالي للمشروع فيما يخص الخطه الزمنيه والموازنه؟ ايه موقف المشروع؟ يعني الفاليو والايرن فاليو دي تعمل ايه؟ لو جيت في لحظه قلت ايه؟ المشروع ده الخطه الزمنيه ماشيه صح؟ هل التكلفه اللي احنا حاطينها التكلفه الصح؟ ده اول سؤال. طيب السؤال الثاني وبرضه سهل جدا جميل جدا وبتحدد وبسهوله، ما هي التكلفه اللازمه لانهاء المشروع؟
يعني انا دلوقتي انا خلصت مثلا تلت المشروع، هل تقدر تعمل لي جيشن كده واستيميشن المشروع ده هيخلص بكام؟ طبعا وفي كذا طريقه وحبايين هنتكلم عليها واتكلمنا عليها من كوست مانجمنت، بس هنقولها بسيطه جدا. متى سينتهي المشروع اذا بقينا نعمل بنفس الوتيره؟ لو انا ماشي بنفس نفس الكلمه اللي انا ماشيه، امتى هخلص؟ انت شفتوا الدياجرام اللي كان فيه السكيدول اندكس والكوست اندكس اللي هو ده وده، هل انا لو مشيت بنفس الوتيره دي هخلص؟ طبعا لا، لو انا ما صلحتش نفسي، لو ما عرفتش الجابس اللي عندي بين وصلحتها، هل هناك مشاكل محتمله يجب حلها الان؟ فدي اربع اسئله مهمين جدا عشان ايه نظام المتابعه بتاع الاولمبياد. ماشي طيب. لسه ما هي اسباب التاخر الزمني والمالي؟ ما انا عشان اعرف زي ما متفقين الكيرف اللي شفناه اللي هو التو اكسس الكوست فارينس والسكيدول فارينس. طيب ايه اسباب التاخر الزمني والمالي؟ لازم اعرف احلل. يعني انا لو اجي على فكره الكلام ده مش كلام كتب ولا كلام نظري، كلام موجود في مشروعات بس في الشركات اللي هي شغاله فعلا بتعمل اطار، خلي بالك. فايه اسباب التاخر الزمني والمالي؟ اتاخرت ماليا ليه؟ اتاخرت تاخر زمني ليه؟ هل انا الريسورس اللي انا جبتها وما حققش الانتاج؟ يبقى في حل للمشكله، يبقى انا يا اما حسبت اصلا غلط ما حطيتش الريسورس صح، يا اما ما كانش في كنترول على الشغل ده في الموقع. يعني بيبقى في حاجه، يا اما ان انا عملت استيميشن غلط، يا اما انا نفذت غلط. بالخلاف يعني مش غلط، يعني ده مختلف عن ده، يبقى لازم اعرف تاخر مالي. طب هل المالي، هل المالي هل هو يعني اوفر كوست ولا اندر كوست ولا كويس ولا مطابق ولا ايه؟ برضه ايه اسباب الزياده في الفلوس؟ هل انا كنت برضه يا اما اشتريت حاجه بالغالي كانت اصلا رخيصه، يا اما انا اصلا لما جيت اقيم قيمت غلط. يبقى انا لازم كل عندي مشكله زي النقط اللي بنقول على شكل اهميه الكيرف اللي احنا بنعمله، اللي بيبين لي انا فين، انا فين، وكل نقطه بكل كيس بقى كيس باي كيس بنحلل بقى ليه الزمن بتاعي اتاخر، او ليه الكوست بتاعي زاد، او ليه الكوست بتاعي قل، عارف ايه ده ايه. ما هي كميه العمل التي حصلنا عليها مقابل ما انفقنا من اموال؟ دي الايرننج فاليو اللي هي بادجت كوست اوف ورك بيرفورمد. احنا صرفنا قد ايه عشان ناخد الشغل اللي احنا كنا مخططينه؟ خلاص على يعني الفلوس اللي احنا خططناها دي، كميه العمل اللي حصلنا على ايه مقابل اللي احنا انفقناه؟ يعني كومباريزون. اذا كنا نصرف اكثر من المقصود حتى الان، هل يمكن ان تنقصنا الاموال مع نهايه المشروع؟ يبقى انا دلوقتي لازم ابص برضه، يعني في الكاش ان والكاش اوت. فالميثودولوجي برضه دي ممكن تحدد لي هل انا الصرف بتاعي نقدر نقيم بالظبط، هل الترند بتاعي ان الكوست بيزيد ماشي غالي يعني ماشي بيزيد ولا بيقل، وبناء عليه احنا بنعمل الترند النهائي على اساس الستاتستكس. لو انا ماشي بمستوى ثابت يعني ايه 1.1 1.1 1.1، يبقى انا المشروع بتاعي هيوصل 1.1 في الاخر بالنسبه للكوست مثلا او بالنسبه للسكيدول. خلاص لو انا لقيت في عملت تحليل او بشكل او باخر واخليها 1.2 مثلا للسكيدول او للسكيدول اندكس او الكوست اندكس، يبقى انا احسن. فدي يعني ايه، هي يعني حاجات بسيطه لكن مؤثره جدا على البرفورمنس بتاعت المشروع كوست. طيب هل من الممكن تحديد المشاكل المحتمله بقبل الفترة الاولى وبعدين حلها مستحيله؟ انا رايي وده كان اللي قلته وسمعوه مني كتير، ما اعرفش زهقتوا مني ولا لسه. المشكله اللي تظهر لي النهارده لو حليتها النهارده مش هتكلفني حاجه، لو باتت وحليتها بكره هتكلفني جزء، لو سبتها لبعد بكره هتكلفني جزء اكبر، اللي بعد بعده جزء اكبر واكبر، لو سبتها الاسبوع اللي جاي ممكن ما ينفعش تتحل. فنخلي بالنا لازم يبقى في يعني ايه تحديد المشاكل يوم بيوم. عشان كده بقول في قطاع المقاولات لابد من الاجتماع اليوم، ما بحل مشكلتي في يوميها تبقى الموضوع تبقى ممتازه ورائعه. انما لو اتاجلت انسى، اللي هو قال في وقت الاول خلاص بحلها مستحيله، بتوصل لدرجه استحاله وبيضطر ان العميل مثلا ياخد يعني نتيجه الشغل بتاعته نوت ان تايم، يقوم يعمل عليه غرامه تاخير
نوت ان كوست، بختار نفسي صرفت عليها اكتر من كنت اصرفه، او الكواليتي مش متفق عليها، هيطلع من الهبل. وبنفس الطريقه هيضطر يعمل لك ايه، ياخد يقصرك بقى. يعني انت دي الحاجه، انا متفق ان انا هاخد حاجه كواليتي معينه وانت ما فيش فايده منك كمقاول، وديتني الكواليتي اللي هي اقل، هضطر بقى ان انا انزل ايه النسبه، هتبقى نقط خلاف ونقط مشاكل، تخش بقى في ايه، في قضايا وفي قصص كتير. يعني ممكن الاجابه على هذه الاسئله تعتمد الدرجه الاولى على دقه المعطيات التي تستخدم في مدخلات فريق الاونلاين ميثود، وتكون هذه المعطيات زمنيه وماليه وفعلا. يبقى دقه المعلومات يعني هي مش ميثودولوجي ان انا عمال بحسب واضرب اعمل وبس، لا، لازم تتعامل صح، لازم، وتتعامل باحتراف، وتتعامل بناس عندها خبره. يعني كل مكان، يعني دايما، يعني انا معايا كمبيوتر اي 7 وفي مش عارف ايه، وفي عندي البيم وعندي البريمافيرا وعندي قصدي كمان الاخيره، وانا مستوى ضعيف، ما فيش، يعني الكلام ده كله زي قلته. انا ممكن واحد شاب من الشباب الجمال دلوقتي وعارف البيم كويس قوي، معاه كمبيوتر مش لازم يبقى عالي قوي، لكن ايه، على قد الشغل اللي بيعمله يطلع شغل عبقري. فزي ما كان بيقولوا عمرنا بنتعلم واحنا شباب، مش مهم العربيه، المهم مين السواق. الارنت فاليو بقى ايه؟ تلقى رواجا خيبا دي الاساس الاسباب التاليه، يعني طريقه ديناميكيه، يعني مش حاجه ثابته، لا، انت يعني على طول شغال، حسابات شغاله اوتوماتيك. هي بسيطه لكن شغاله اوتوماتيك، ممكن تشغلها كل يوم، مش كل ساعه، كل اسبوع، يعني اي يونت اوف تايم تقدر تشتغل عليها. يعني تقدم تقييما متزامنا ومركبا لكل من الوقت والتكلفه. يعني الوقت والتكلفه مرتبطين ببعض، فالتقييم هيبقى ايه، متزامن مع بعض، متزامن ومركب من بعض، تايم والايه؟ الكوست. طيب بتقرر تقارير، تقدم تقارير متكرره. نورمالي رجائي لكل اللي عايز يشتغل اداره مشروع صح، لا يتنازل ان يبقى عنده ويكلي ريبورتس كورس لكل حاجه، للاعمال، للريسورسز، لكل حاجه، لكل حاجه، ويقارن الكلام ده بالمخطط. لازم استخدام نظام مؤتمه الايرن فاليو موجوده في البريمافيرا طبعا، في 6 طبعا مغرقه الدنيا بافضلها، يعني يسمح بانتاج تقارير يوميه اذا تطلب المشروع ذلك. انا رايي لازم 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 يومي، لازم لازم، لان زي ما اتكلمنا كده قلنا ان المشروع بينتهي معرض ان يحصل فيه كليمز سواء تايم او كوست او كواليتي، فالتقارير اليوميه هي اللي هتبين هذا الكلام. اللي ما بيعملش هذا الكلام وهذا النظام، احنا اتكلمنا اعتقد في الدوكمنت كنترول، لا، عايزين نتكلم على الفايلنج سيستم برضه ان شاء الله، يبقى في لقاء على الفايلنج سيستم عشان ايه؟ نعرف الفايلنج شغال ازاي. طيب ناس تسمح بمتابعه قيم في العمل وكلفته، وتقدم تقارير دوريه حول الربحيه. عشان كده بقول لكم على حاجه، الايرن فاليو ممكن تشتغل اما ممكن الاسعار بتاعه العميل، خلاص هتقدم لي الايه الكلام ده كله، بس مش هتديني بقى ايه الكوست مانجمنت مظبوط، لان الكوست مانجمنت انا بتكلم على تكلفه. الطريقه الثانيه بقى اللي هي بتتعمل برضو، يعني كلنا شفنا هذا الكلام كله في حياتنا، يعني وعملناه بايدينا برضو من كل حاجه. الطريقه الثانيه ان انا اقول والله انا كشركه المفروض ان انا عندي ايه، بكسب مثلا بمصاريفي بقى الى اخره مثلا 20%، تقوم منزل 20% من قيمه الايه، البنود بتاعه المؤسسه، وتعمل كل الايه السيستم بتاعك عليها. بس الحاله دي برضو انت مش هتقدر تولي للمالك او لاي حد، اي حد بره الايه، بره المؤسسه بتاعتك، انت كده بتكشف نفسك، بيعرفوا ان انت مثلا ما تحطش 20% كذا، المفروض يعني ايه، يعني ما يعني دي حاجه تانية. الحاجه الثالثه بقى، ودي ذا البيست، ذا بيست واي، ذا بيست واي، واكثر حاجه ساينتفك واكثر حاجه بريسايز، ودي بكلم برضو عن 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 حقائق وعن شغل اتعمل، انك بتعمل هذا الكلام على الاكشوال كوست، البادجيتد كوست والاكشوال كوست. البادجيتد كوست اللي هو ايه؟ مش حتى السعر اللي انت اصلا كنت عامل، انت لما بتيجي تعمل اسعار مشروع بتعمل بريك داون، بتعمل دايركت كوست، وبعدين بتحط الايه؟ الدايركت كوست كله بقى، من باور ماشينري وماتيريال وكلام من الاخر، بتحط الاندايركت كوست، نفس القصه بقى بكل حاجه.
وبعدين ايه في الاخر بتروح مجمع ده كله، وبعدين مزود الايه النسبه بتاعت المشروع، وبعدين النسبه بتاعت الشركه، وبعدين تحط الماركه بتاعك انت في الاخر على كلام ده كله. ده موجود في الايه في اللقاء اللي فات. طيب انا لما اجي اعمل الكلام ده بقى هيقول هنا ايه؟ متابعه القيمه العامه وتتكلم كلفته وتحط غير دوريه حول الربحيه. انا لو بشتغل على البادجيتد كوست، البادجيت كوست ده بعد ما باخد المشروع، انا بتكلم الكلام ده على تجارب برضه. ما بروحش جايب ايه، انا كنت مثلا كان عندي شغل جايب من اول باطن، من اول باطن كنت بنتكلم معاه على ايتمز المجموع الاعمال اللي واخدها دي مثلا سي 100,000 جنيه خلاص، 100,000 جنيه خلاص ده كان الاستيميشن بتاعنا واحنا بنشتغل. والله بنجيب المقاول بقى خلاص دلوقتي ايه زي ما بيقولوا في الامثال البلدي، وقت الكاش الغالي يبقى ببلاش. والله احنا كنا بنعمل استيميشن على 100 او كلام او اخر، هل نقدر ننزل شويه؟ لو ممكن يقول لك لا ده انا هزود لان حصل كذا 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 في السوق لازم يزيد خلاص. الحاله دي بقى لازم يبقى فيه ايه؟ نيغوشيشن بقى ونص حاجه، لو لان انت ممكن يعني هو مالوش ذنب، هو متفق معاك وكل حاجه ممكن يلتزم معاك لو هو قوي. انما عاده الحاجات لما بتبقى حصل يعني خارج اراده دي، ده شغل بقى اللي هو الايه؟ الكونتراكت مانجمنت، وبرضه ان شاء الله هنتكلم عليه بس فرصه نتكلم عليه ان شاء الله. ممكن اداره المشروعات مش تخصص، اللي عايز يعرف كونتراكت مانجمنت وكلينز والكلام ده كله الدكتور شريف الهجان موجود وراجل عظيم يعني وما تسيبوش. ف هنتكلم عليه برضه وجهه نظر اداره المشروعات. فالمهم ف بتسمع قيمه كلفته وتقارير دوريه حول الربحيه، ابقى عارف يعني هي انا هي بالميثودولوجي دي ممكن نبينها، ممكن تعرف انا والله انا البادجيتد كوست بقى هنا بقى بادجيتد بقى بجد، ان انا بعد ما باخد المشروع بقعد اعمل بقى ري استيميشن البادجيتد كوست، وبين دي الاساس لايه للشغل. والبادجيتد كوست دي اللي بقارن بيها الايه؟ الكوست كنترول. يعني ممكن اتواضع بقى عن الكلام ده عشان خاطر التقارير اليوميه والكلام ده الشهريه وكان كله مع المقاول او مع المستشاري او مع المالك، لكن انا كشركه لازم اعمل بادجيت الكوست بعد ما يرسى عليا المشروع، وبناء عليه ان انا بعمل الايه؟ الكوست مانجمنت بتاعي. ما عملوش بقى كده وخلاص، او ما عملوش على اساس السعر بتاعي او اي حاجه. خلاص؟ طيب تولد تقييما دقيقا عن التكلفه الناجمه عن التاخير. لو انا عندي تاخير بقدر اقيمه، يعني انا مثلا بشكل او باخر مثلا حتى لو هو بوزيتيف. بمعنى ايه؟ يعني جه مثلا المالك وكلفني مثلا بشغل مثلا 25%، ما هو من حقه شغل 25%، ال 25% دي اعمال بس مده المشروع ما تزيدش، يعني من حقه خلي بالنا. يعني طبقا للعقود عاده ان في 25% مثلا في الاعمال ممكن اضافتها او 25% نقص، فزياده او نقص لها تكلفه. لو انا جاتني زياده في الـ في الـ في الـ في الـ في اسمه ايه ده في الـ في 25% هضطر ان انا ممكن عشان اخلص في نفس الوقت ان انا اعمل ايه؟ شيفتات معينه، او ازود مثلا ايه مقاولين باطن، او الجا لطريقه هتكلفني اكتر شويه من الكوست اللي اصلا مقيمه. صح؟ طيب لو انا بقى ايه شال لي 25%، يبقى انا حجم الشغل اللي انا كنت محمله على على التوتال كله اللي انا كنت هكسبه، لا بقى متحمل على ايه؟ على ثلاث ارباع، يبقى انا ضاع مني ايه؟ 25% من الايه؟ من الكوست. معلش الكلام ده طبعا يا رب نكون يعني قادرين نوصله ومصحصح له، لان ده كلام برضو ايه عايز شويه يعني تركيز شويه وشويه يعني. يلا هي الساعه بقت كام؟ احنا برضو كالعاده باخركم معايا الساعه 8 ونص و5 و7 و8. طيب تسمع متابعه قيمه العمل وكلفته وتقدم تقارير دوريه حول الربحيه، تولد قيمه دقيقه للتكلفه الناجمه عن التاخير، لو انا اتاخرت هيبقى في تكلفه قد ايه؟ تسمح باجراء تحليل تفضيلات الرضا يتناسب مع ميزه معينه من اجل الحصول على اخرى. يعني انا هلاقي ان انا عشان اسلم في معادي يبقى في كومباريزن، ما هل انا اخلص في معادي واكلف
اكلف شويه زياده في تكلفه الشغل، ولا احسن لي يتخصم مني مثلا ال 10% بتوع الزياده اللي جاتني واتاخر. هنا دي الحسابات، خلي بالكم الحسابات اللي هي ايه، في مستوى اعلى شويه من ايه، من اداره المشروع. يعني هو دي المشروع المفروض يعرفه، ان هو يبقى فيه ايه تريد اوف اللي هو تفضيلات. يعني هل احسن لي ان انا زي بعض اسيب التايم بتاعي هي يتاخر اسبوع، انا المفروض اعتقد كل اسبوع 1% وحاجه تبع العقد. يعني هل ال 1% دي احسن ان انا خلاص اخلص اسبوع وتتخصم 1% تتخصم، ولا ان انا اخلصها اون تايم واكلف مثلا ممكن اكلف نص في المية ويبقى انا وفرت نص في المية مثلا. يعني المواضيع اللي هي التقتيل دي عشان ايه تاخد قرار وتدخله في حساباتك مظبوطه، واهم قرار فيهم اظبط. يعني كان كله بسيط على فكره، اللي حاسس بصعوبه ولا حاجه ممكن تريز هاند واحنا تحت امره. يعني ماشي يا باشمهندس محمود؟ باشمهندس محمود طيب ماشي. اهلا حضرتك يا دكتور. لو يعني اي حد من حقه يرفع ريز هاند، لان واضح ان احنا ايه يعني لو في اي حاجه يريز هاند ريدي ان احنا يبقى في يعني سان ديسكاش كده في السكه، هي تطري للمسائل شويه بدل ما الناس يعني ايه يعني احنا لو واقفين في محاضره احس بيه وبعرف اللي صاحي اللي بيتابع. فاي حد عايز اي حاجه ريز هاند ونقدر ان ايه ناخد دقيقتين ولا حاجه بنتناقش بنتكلم، بيبقى نوع من البريك حتى. خلاص مفيش حضرتك، مفيش مشكلة خالص يا دكتور. لو حضرتك حابب ناخد بريك شوية ونبدأ نعمل مناقشات ومفيش مشكلة. ما عنديش مشكلة بالنسبة لكم، انتوا أصحاب الشقة. اسأل كده شوف، احنا دلوقتي عدينا الساعة دلوقتي. احنا في الساعة ساعة و10 دقايق تقريبا. شوف لأن احنا لسه احنا لسه احنا لسه احنا لسه يا محمود احنا لسه لسه قدامنا شوية لسه قدامنا شوية. فلو عايزين ولا ايه رايك؟ طب احنا خلصنا تقريبا الجزء بتاع الانت فاليو مانجمنت. هقول لك على حاجه، خلينا كمان ربع ساعه كده ولا حاجه، ربع ساعه كده ربع ساعه كمان نخلص كده، نحاول نخلص اسرع ما يمكن عشان ايه لسبب يعني كان في اكزامبل كده هنعمله عايز فيه برضه نبقى فايقين. طيب الارلي فاليو مانجمنت بحسب مؤشرات اداء المشروع، عمليه 4 خطوات. بنحط الخطه زي ما اتفقنا، قياس اداء وتقدم العمل زي ما قلنا، كل اسبوع او كل شهر بنعمل الكوست اندكس والسكيدول اندكس، المقارنه بين الفعلي والعملي بين الايه البلاند والايه والاكشوال، اتخاذ الاجراءات التصحيحيه. دي الاربع خطوات اللي يعني ايه بنشتغل فيها. طيب اداره القيمه المكتسبه الايرن فاليو مانجمنت، الهدف الاساسي من هذه الايرن فاليو مانجمنت هو استنتاج اي انحراف، اي انحراف سلبي. انحراف ايجابي يبقى جميل جدا، انما اي انحراف سلبي بلحق اعمله. لو كان في الكوست، انا الكوست زاد ليه؟ لو كانت في التايم انا اتاخرت ليه؟ وعملت تصحيح بتخش بسرعه جدا. يعتبر مخطط الزمن المشروع البروجكت نتورك سكيدول اللي هو الايه؟ اللي هو سواء على البريسيدنس اللي هي البلوكس او على ايه؟ اكتيفيتي اون ارك او اكتيفيتي اون اللي هي شغاله في البريمافيرا يعني. بروجكت اولا عملناها بايدينا في النموذج بتاع رحله شرم الشيخ اعتقد اللي احنا عملناه بنتورك سكيدول، دي كانت بروجكت بعيد عن نتورك سكيدول. بالقيام بالمقارنات مع الاداء الفعلي للمشروع يمكن استخدام خطوات الجانت شارت. الجانت شارت اللي هي الايه؟ البار شارت. خلي بالنا يعني كل دي تيرمز بتبقى معانا. الجانت شارت هو البار شارت، البار شارت العادي اسمه جانت شارت. لتمثيل هذه المحاضره المخططه بيانيا على محور زمني، وخصوصا لما تعرض نعرض نتائج الاداره العليا في المؤسسه. الاداره العليا في المؤسسه عايزه حاجه بالعين على طول، فلما احط له خطين، واحد مثلا البلان ده مثلا اخضر والاحمر مثلا اللي هو الاكشوال، هيبان مع بعض هو سابقه ولا اقل ولا اكثر ولا الى اخره، سواء بالنسبه للكوست او بالنسبه للتايم. طيب طريقه اداره القيمه المكتسبه الفاليو ميثود، القيمه المكتسبه للعمل المنجز في المشروع هي التكلفه التي تم ربطها بهذا العمل. عندما تم وضع منجز المشروع يعني ايه العمل؟ العمل ده بنطلق عليه نقول ايه؟ الوحده الاساسيه من عناصر المشروع التي تستطيع تخصيص موارد محدده ومده زمنيه معينه للانجاز. يعني ممكن تبقى ايه؟ اعمال الاعمده، اعمال الخرسانه، مش داخل بقى في نجاره وحداده وصب والكلام ده كله، انما ممكن اعملها برضه توتال نجاره وحداده وصب.
يعني الاثنين اللي هي وحده العمل اللي انا ايه بشتغل عليها يعني. يعني الورك بريك داون ستراكشر وصل لانهي المرحله؟ هل انا واصل لغايه ممكن يبقى بالفيلا، انا عندي بعمل مشروع مثلا فيه 500 فيلا، يبقى الفيلا دي وحده عمل انا خلصها بكذا في مده كذا، ويبقى ايه البرنامج بتاعها بقى من الفيرست ليفل بتاعها، مش هدخل بقى في النجاره وحداده وصب وحفر ورد من اول اخر. فدي يقصى بالعمل ايه؟ الوحده الاساسيه من عناصر المشروع التي نستطيع تخصيص موارد محدده ومده زمنيه محدده للكسب. ايرنز فاليو واحده من اشكال مراقبه المشاريع، المراقبه دي عمليه مهمه جدا زي ما اتفقنا، المعتمده على النقاط اللي هو الايه المايلستون. يعني كل نقطه انا بعمل عندها الايفالويشن ده دي ايه؟ يعتبر مايلستون. هو يعني التعريف مايلستون مش كده بالظبط، لكن تعتبر مايلستون. يعني انا كنت مخطط ان انا في الاسبوع ده اخلص قد كده، وانا يعني ايه خط عملت قد كده، وبعد اعمل حسابات بتاعتي. فهي تسمع بحساب انحرافات الزمن والتكلفه لجزء من المشروع، حيث يعبر انحراف الكلفه الكوست فيرينس عن الفروق بين الكلفه التقديريه الموازنه والكلفه الفعليه لعمل الانالست. طيب في ست اعتبارات في تحديد انحراف التكلفه. هنتكلم على ايه؟ انحراف التكلفه. تحديد الانحراف، انا بحدد الكوست اللي عندي. لو هو في توفير لازم اعرف برضه التوفير في ايه؟ خلي بالك. لان انا يعني انا وفرت حصل ان انا ايه حاجه كانت ب 10 بقت ب 7 مثلا. هل انا اخذتها ب 7 ولا اخذتها ب 6 ولا اخذتها ب 8؟ يبقى لازم انا برضه حتى لو انا كسبان، خلي بالك اعرف انا كسبان ليه؟ لان الاناليسيس دي والتحديد الكلام ده كله مشاكل سواء بوزيتيف او نيجاتيف بتنفعني، دي خبره وداتا بيز لاي فيوتشر وركس للشركه او ليك كمهندس او ليك كمدير مشروع. تقدير الانحراف كميه يبقى كوانتيتي، مش انا خلاص انا خلصت بدري. لا بدري يعني ايه؟ يعني انت خلصت مثلا مشروع ب 10 سنين خلصته قبليه مثلا شهر، ما يبقاش بدري. مشروع مثلا شهر، لا انت خلصته في 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 شهرين، ما خلصتوش بدري او ما تاخرش. يبقى انت بتعتمد تقدير الانحراف كم؟ اقول انا اتاخرت مثلا 10% 15% 20%، يبقى كل لازم يبقى فيها ايه؟ فيجر واضح ومحدد يعني. طيب تحديد مصدر الانحراف، حدد الديفيشن ده حصل ازاي؟ تحديد اثر الانحراف على المشروع ككل سواء بوزيتيف او نيجاتيف. نخلي بالنا يعني مش معنى ان انا ماشي ومخطط واخر ان انا ما اعملش، لا ده لازم اعمل الدراسات كلها بحيث ان انا استفيد. لان انا ممكن لو انا شايف مثلا في ستاتستكس شغل الخرسانه مثلا زمان احنا كنا بنعمل الكلام ده كله كان دايما ايه؟ كنا عارفين يعني الخرسانه في الصيف بتغلى، في الشتاء بترخص، لان شغل في الصيف بيبقى كتير قوي. انا بتكلم على اسكندريه معلش يعني ايه؟ يعني في مواسم لو انت جيت في خلال السنه اللي هي الدول اللي هي ستيبل يعني مش اللي هي مثلا بتجي لها طفره وتسقط وطفره وتسقط، لا اللي هي ستيبل. احنا كنا في مصر كنا ستيبل زمان، فيبقى على شهر يناير كما كانش خرسانه زمان، كنا بنشتري الزلط ونشتري الرمل ونشتري الاسمنت ونشتري الحديد. ففي شهر يناير في سعر، يا فبراير في سعر. لو عملنا ستاتستكس دي حاجات تجارب عملناها من زمان قوي مده كبيره يعني، ان بيبقى في فاريشن خلال السنه لماتيريال معينه. هي يعني معادلات يعني او يعني ترند طبيعي وبناخد نستفيد بيه لما بنيجي نعمل ايه دراسه للمشروع ثاني بعد كده. تقديم الانحراف كميا، تحديد مصادر الانحراف لازم يبقى في اناليسيس كامله. الانحراف ده حصل ليه؟ تحديد اثر الانحراف على المشروع ككل، تحديد اثر الانحراف على عناصر المشروع، تحديد مجال العمليات التصحيحيه الممكن. يبقى دي 6 اعتبارات عشان اعمل الايه؟ كوست ديفيشن او كوست اناليسيس اقرب باذن الله. الحساب هذه الانحرافات نعرف المحولات الاتيه: البرجيز كوست اوف ورك سكيدول اللي هو الايه؟ التكلفه التقديريه للعمل المخطط اليه الموازنه البيس لاين. بادجت كوست اوف ورك سكيدول اللي هي البيز لاين خلاص، يجري وضعها بشكل تراكمي قبل بدايه المشروع. اللي هي الخط الاقوى بنتكلم اللي هو ايه؟ واخد الاس كيرف ده اللي هو ده تك 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 ده. طيب بادجت كوست اوف ورك بيرفورم دي اللي احنا قلنا عليها اللي هي ايه؟ الايرنز فاليو، هي التكلفه التقديريه للعمل المنجز. يعني العمل المنجز انا خلصته ده بقى ايه؟ هل هو البادجت كوست بتاعته كانت كام؟ يجري حسابها في نقاط زمنيه مختلفه بنقولها ايه؟ النقاط العلام او العلام
ده اللي هي الكلام العربي اللي هو الترجمه بتاعتي. المهم يعني مايسترو، بنسميه حجر زاويه احيانا، فهو مايسترو يعني معروف مايسترو. الاشهر كوست اوف ورك بيرفورم اللي هي التكلفه الفعليه للعمل المنجز، ويجري حسابها في نقاط زمنيه مختلفه اللي هو النقاط الايه في المايسترونز. دلوقتي احنا رجعنا لايه؟ نفس الكلام اللي احنا عملناه المره اللي فاتت. ادي البازيس كوست فور بيرفورم ده اهو اللي هنعمله في اول مشروع، هي مره واحده اول مشروع. وبعدين عند اي نقطه اهي بعمل ايه؟ الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورم والبادجت كوست اوف ورك بيرفورم، خلاص. ودول ايه؟ البادجت اوف ورك اللي هي الاورنج فاليو، مع الاثنين دول بنعمل المعادلتين اللي احنا اتفقنا عليهم. وايه؟ ودول هي ايه؟ هيدونا الكوست اندكس والكوست بيرفورمانس اندكس والايه والسكيل بيرفورمانس اندكس. طيب يوجد تسهيل المتحول بشكل بياني كما سبق، مش بشكل سبق. التكلفه العمل المخطط الموازنه تكون على شكل خط اللي هو الايه؟ البادجت كوست اوف ورك سكيدول. بالنسبه للحوالين الاخرين دول يجري حسابهم في نقاط زمنيه معينه، يعني النقطتين دول هم اللي بحددهم على ايه؟ نقطه المايلستون اللي انا بشتغل عليه او الانترفال اللي انا بشتغل عليه. يجي تحديد حسب طبيعه المشروع ومدته. نوعين من الانحرافات السكيدول فيرينس احنا اتكلمنا عليه بما يكفي. قلنا السكيدول فيرينس عباره عن ايه؟ البريس كوست اوف ورك بيرفورم ناقص البريس كوست اوف ورك سكيدول، اهو البيرفورم ناقص السكيدول، بريس كوست اهو ناقص ده، خلاص. قلنا البريس كوست اللي هو الايرنت فاليو ناقص ايه؟ البريس كوست اوف ورك سكيدول اللي هو الايه؟ البلان فاليو ده الايه؟ ده ال الايرنت فاليو وده بلان فاليو، ده الايه؟ السكيدول فاليوز. يجري تعبير عن الانحراف الزمني بوحده ماليه زمنيه، احنا قلنا هذا الكلام. زمن واموال وانجاز، يرفع الانحراف الزمني قيمه ماليه موجبه وسالبه في بعض الدلالات على البرنامج وهكذا. البازيك سكيدول هو نفس الكلام اللي احنا قلنا عليه قبل كده. الحصول على موضوعيه في تفسير الانحراف، يمكن اشتقاق مؤشرات اداء على موضوع ايه؟ مؤشر اداء الزمني اللي هو الايه؟ السكيدول بيرفورمانس اندكس، بدل ما بشيل دي ناقص دي، دي ناقص دي، لا ده الايه؟ ده الاس بي اي، ده اللي احنا ايه؟ السكيدول بيرفورمانس اندكس اللي احنا قلنا عليه، لو زاد عن واحد يبقى انا ماشي كويس، او الكوست بتاعي كويس، او التايم بتاعي كويس، او السكيدول بيرفورمانس اندكس على بادجت كوست اوف ورك بيرفورم على بادجت كوست اوف ورك سكيدول، ده بيديني ايه؟ الاندكس بتاعنا. لو 1 بوينت حاجه بقى إيه كويس، لو اقل من حاجه يبقى ايه؟ خلاص ده كلنا شرحناه ومفهوم يعني الكلام. ياخذ المتحول القيم التاليه، اذا كنا بننجز الاعمال ضمن المشروع طبقا للخطه الزمنيه الموضوعيه اكبر من واحد، اذا كنا بننجز الاعمال ضمن المشروع بشكل اسرع من الخطه الزمنيه الموضوعه. يعني لو انا الاعمال اللي عملتها اكبر من الخطه الزمنيه الموضوعه هيبقى عندي ايه؟ 1 بوينت حاجه. لو اصغر من واحد يبقى الاعمال اللي انا انجزتها ايه؟ ابطا من الخطه الموضوعه. مش كده؟ طيب الكوست فاريانس، الكوست فاريانس عباره عن بادجت كوست اوف ورك بيرفورم الفاليو ناقص الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورم اللي هو الاكشوال كوست بقى هنا. فهنا الايرن فاليو ناقص الاكشوال كوست هتديني ايه؟ الايه؟ الكوست فاريانس. وهنا السي بي اي اللي هو الكوست بيرفورمانس اندكس هتساوي الايرن فاليو على البادجت كوست اوف ورك بيرفورم على الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورم. لو هي الايرن فاليو دي على دي هتدي 1 بوينت حاجه، يبقى انا ايه؟ ماشي صح. لو اقل من 1 يبقى انا ايه؟ متاخر او بدفع فلوس اكثر يعني. حساب الانحرافات ومؤشرات الاداء، يعني زي ما بنحول القيم التاليه. صفر اذا كنا نصرف على اعمال المشروع، ما كنا قد خططنا ان نصرف على دي الاعمال ضمن الخطه اللي هو الايه؟ السي بي اي اللي هو قد بعضه خلاص. دي واحد على فكره مش صفر، يعني ده اللي خططناه يعني ماشي صح في اسمه ايه ده؟ في الـ في الـ في الـ يعني اللي انا مخططه اتنفذ بالظبط زي ما هو كوست. طيب يبقى انا دي واحد مش صفر، خلينا اكبر من واحد اذا كنا نصرف على اعمال المشروع اقل مما كنا خططنا له، واصغر من واحد اذا كنا نصرف على اعمال المشروع اكثر مما كنا خططنا له. خلاص؟ طيب الانحرافات المؤشرات في الاداء، انحراف الزمن سكيدول فيرينس، التكلفه كوست فيرينس موجبين، بالتالي مؤشر الاداء الزمني اس بي اي واداء بيرفورمانس كوست بيرفورمانس اندكس اكبر من الواحد،
يعني احنا متقدمين زمان على مومس وكذا اهو، ده اللي هو الكلام ده كده. اصل هو الايه؟ يعني عندي ادي البيز لاين اهو، ادي البادجت كوست اوف ورك بيرفورمد. لو هقسمه على الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورمد يبقى انا اهو سكيدول فاليو والايه؟ والكوست سكيدول فاريانس والكوست فاريانس. خلاص؟ دول بوزيتيف في الحاله دي. في الحاله دي ادي السكيدول فاريانس اكبر بوزيتيف والايه؟ والكوست فاريانس اكثر برضه. في حاله ان الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورمد اكبر. يعني في التطبيق في الايكويشنز. طيب حسبنا انحرافات ومؤشرات الاداء في الشكل سي ودي، انحراف الزمن سكيدول فاريانس بالتكلفه الاثنين سالبين. بالتالي مؤشر الاداء الزمني سكيدول بيرفورمانس اندكس واداء التكلفه كوست بيرفورمانس اندكس اصغر من واحد. يعني طالما طلعوا اصغر من واحد يبقى انا ايه؟ متاخر بالسالب. كل ده يعني كلام معاد ومكرر، يعني انا بحاول ان انا يعني ايه برضه مش 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 يعني يعني كفايه الايه الكلام اللي اتقال يعني. خلاص هنا بقى متاخرين زمان عم قال لما يبقى الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورمد اكبر من البيز لاين واكبر من البيز كوست اوف ورك بيرفورمد، يبقى الاثنين دول ايه نيجاتيف. وهنا البيز لاين فوق الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورمد والبيز كوست اوف ورك بيرفورمد في الكيسز دي يبقى ده ايه؟ ده نيجاتيف وده نيجاتيف. يعني دي حاجات متكرره بقى. السابق اللي هو سي ودي الايه اللي وراه بقى، انحراف انحراف الزمن السالب وانحراف الكرسي او موجب. هنقول الكلام ده في اول سلايد اللي احنا اتكلمنا عليه، بس برضه هنا برضه بنعده تاني. احنا خلاص يعني فهمنا الموضوع ماشي ازاي. تاني مؤشر الاداء الزمني سكيل بيرفورمس اندكس اصغر من واحد، ومؤشر اداء الكرسي اكبر من واحد. يعني ان احنا متاخرين زمنيا انما الايه؟ الكوست بتاعنا ايه؟ اقل من المتوقع. دي حاله وسطى يعني. طيب انحراف الزمن سكيدول فاريانس موجب، وانحراف التكلفه سالب، بالتالي مؤشر الاداء الزمني في شكل اف اللي هو اللي جاي ده. ماشي الحال؟ طيب في هنا الحقيقه فاريانس حصل اندكس بياخد الاثنين مع بعض. يعني بمعنى ايه؟ ان احنا نقدر النشاط على بعضه، بنتم الاتفاق على حاجه ان انا في مؤشر اداء للمشروع له صيغه معينه اللي هي الكوست سكيدول اندكس. بعمل ايه؟ بضرب الكوست بيرفورمانس اندكس بالسكيدول بيرفورمانس اندكس، بضربهم في بعض بيطلع لي ايه؟ الكوست سكيدول اندكس. دي يعني لما اضرب الاثنين في بعض يعني ده بتم الاتفاق كده، ان هي بتديني فاكتور اللي هو ماسك يعني مشبط الاثنين في بعض. يعني انا ما شفتهاش كتير، لكن يعني عاده احنا بنبقى فاصلين ده عن ده، لكن برضه الامانه تقتضي ان انا اقول لكم على الكلام اللي قابلنا شفناه وموجود. يعني حساب الانحرافات ومؤشرات الاداء ياخد هذا التحول للقيم بتاعتي ايه؟ قلنا دي واحد، قلنا دي قبل كده. واحد المشروع بيجري حسب الخطه، اكبر من واحد اذا كان المشروع بيسير بشكل اسرع من الخطه، اصغر من واحد اذا كان المشروع بيسير بشكل ابطا من الخطه، سواء في الكوست ده او ده. ده كلام متعايد اعتقد. هنا بقى جدول مساعده باتخاذ قرار المشروع. المؤشرات اللي فاتت دي كلها من هو لاخرها، انا ممكن اعمل ايه؟ اطبق هذا الكلام على بند بند. لو انا بشتغل في مشروع واحد الكلام ده ممكن اتعمل بند بند. والحقيقه انا في شركه هنا في مصر مش بره، يعني كنا بنعمل ويكلي بيرفورمانس انديكيتورز، ويكلي ريبورت كده صغير خالص. وهو ده الحقيقه كان ايه؟ هو ده تقريبا بيدي الكلام اللي احنا بنقول عليه دلوقتي. ان انا هنا اهو هنشوف الجدول ده عامل ازاي. استخدام المؤشرات السابقه تقديم مدير مشروع بجداول دوريه تساعده على واقع المشروع الموالي للتنفيذ والخطط المرويه كذا. خلاص؟ لان لو في اي مشكله هتبان لي. يعني انا مثلا التوتال بتاع الخرسانه بتاعتي موجود عندنا برضه، ممكن اوريها لكم بعد كده برضه تخش جوه البرزنتيشن. بيبقى عندك التوتال كوانتيتي بتاعت الايتم انت المفروض الاسبوع ده، لان في فترات من المشروع بيبقى انت عندك ال عدد الايتمز الشغاله مش كتير،
يعني عندك حفر ومثلا وردم وخرسانه مسلحه وخرسانه عاديه، الاربع حاجات دول اشتغلوا معاك وعزل مثلا بيشتغل معاك دول 12 شهر او 3 شهور، فانت بتحط الكوانتيتيز بتاعك دول وال معاك والاسبوع اللي بتخلص منه بتحطه وبتقارن بقى وبتطلع الاندكس بتاعها. ساعد يقول قرر على مستوى المشروع اهو اللي هو ده ميرلي يعني، بس هو في يعني جدول مفصل تقريبا زي بس ببساطه دي يعني. عندك البند سكيدول فيرينس والايه والسكيدول بيرفورمانس انديكيتور والكوست فيرينس والكوست بيرفورمانس انديكيتورز مؤشر الاداء الاجمالي الكوست سكيدول اندكس ده ايه لكل بند. اجمالي المشروع بقى مش بنجمع دول، خلي بالك اجمالي المشروع ده اجمالي المشروع كله على بعضه طبقا البرنامج الزمني والفالوز بقى جت ازاي سواء الكوست او سواء اللي بتاع التفسير بتاعه بقى يعني. ده كل اسبوع انا بقول والله ده حصان كذا 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 وقرار المصطلح كذا كذا كذا، بس الحقيقه كان في دايما في كلمه ملاحظات تحت هنا تبقى شيت يعني شيت اي 4 عادي، بيبقى في ملاحظات هنا نقول مثلا المشروع ده مثلا ان احنا اتاخرنا الاسبوع ده في الوقت عشان كان في كذا 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 كذا، الكوست بتاعنا زاد عشان كان في كذا 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 كذا، دي ايه ده ايه ده 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 طيب القرار للمشروعات بقى ممكن بقى ان احنا نمشي على مستوى اعلى، يعني انا ماسك بروجرام او ماسك بورتفوليو او ماسك شركه بيتعمل بقى للمشروع هو ايه كذا البي كذا السي كذا الدي كذا دي كذا. ده لما تيجي تدي حاجه زي كده لمتخذ القرار تبقى قدامه ده حاجه سمبليفايد وحاجه تخلص بقى الكلام ده اجمالي المشروع. اوكي طيب الكلام ده كله مع المايكروسوفت اوفيس مايكروسوفت بروجكت وبريميرا بي 6 امكانيات اكثر ما ممتازه، وهذا الكلام بيتعمل بمنتهى الاحترافيه من الناس اللي هم زي مهندس حسام وزي الناس اللي هي الايه وفي يعني ناس كتير يعني كتير كتير جدا جدا قبلونا اساتذه يعني اساتذه يعني. طيب احنا كده هنعمل الكلام ده احنا عملناه قبل كده وشفناه في 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 في, في لقاء قبل كده بتاع الكوست مانجمنت، وانا حبيت ان انا برضو اعيده تاني هنا اللي هي الايه اللي هي الابلكيشن بتاع الايرنست فاليو على نفس الكيس اللي كانت موجوده المره اللي فاتت. بقترح 5 دقائق او حاجه ولا ايه بتهيألي كده، شوف كده يا باشمهندس محمود. تمام يا دكتور، لو حضرتك حابب ناخد بريك 5 دقائق بحيث ان ندي الناس فرصه. انا يهمني الناس، انا ما عنديش مشكله، انا ما عنديش مشكله. نعمل الاستبيان مثلا؟ طيب باشمهندسين، لو حابين نكمل يا ريت نعمل في الرياكشنز نعمل علامه صح يس، او لو مش حابين نكمل احنا ناخد بريك تعملوا نو. يا محمود طلع ايه بقى؟ تقريبا كل الناس بتقول نكمل يا دكتور. طيب خلاص ماشي. طيب حلو هنكمل. في كويشنز احنا كنا قلناها قبل كده اللي حضر اللي كانوا معانا في اللقاء ده بقى ايه؟ التوتال دايركت كوست يبقى السيما ريسورس دايركت كوست، التوتال اندايركت كوست
السيجما بروجكت اوفر هيد 10 من 20%، ده الاوفيس اوفر هيد 5 من 10%. دي الايه الايكويشنز اللي كانت بتحدد لي الكوست والدايركت كوست الكلام ده كله. انا قصرت ان انا يعني ايه اقولها بسرعه عشان يبقى نعرف اصل الموضوع يعني. يعني الايرنال فاليو دي طريقه للمتابعه يعني. طيب الريسك استيميشن فور كريتيكال اكتيفيتيز ريسورسز، الاوفر تشينج اوردر كنا بنتكلم عليه من شويه، يعني انت بتاخد مشروع في عندك الريسك بتاعك من 0 ل 25%، ممكن يزود ل 25 او نقص 25%. واتكلمنا عن بسرعه عن الايه؟ عن التو كيسز، واحد كمان حاجات بوزيتيف وواحد حاجات نيجاتيف. الكوست كنترول، توتال كوست، الدايركت كوست، الاندايركت كوست، الريسك استيميشن، التوتال كوست. خلي بالك ده مش برايس. البروفيت من 10 ل 20% للنورمال بروجكتس يعني مشروع عادي، بنحط له بروفيت من 10 ل 20%. البرايس بقى عباره عن التوتال كوست اللي هو ده زائد البروفيت. المارك اب، الاوفيس اوفر هيد زائد البروفيت من 15 ل 30%. اللي هو التو دول مع بعض. طيب الكوست كنترول، هنا البروفيت يساوي ايه؟ الريفينيو ناقص التوتال كوست. يعني انا مكسبي ايه؟ اللي هو الريفينيو التوتال اللي انا اخدته، انا اخدت اخر مستخلص كان مثلا ب 100 مليون وانا صرفت التوتال كوست بتاعي كان 90 مليون، يبقى انا كسبت ايه؟ 10 مليون. 10 على قيمه المشروع كله 100، يبقى انا كسبت 10%. البرسنتج بروفيت يساوي الريفينيو على التوتال كوست اللي نسبة اللي بنقول عليها دي. الفاليو ادد ريفلكس ذا انترنال ريسورس يوتيلايزيشن. لو نفتكر برضو لو رجعنا للقاء حاليا ان احنا ايه؟ ان الحاجات الاكسترنال ريسورسز، يعني لو انا مثلا حطيت من اول باطن اكسترنال ريسورس، لو انا جبت مشتريات يبقى في اكسترنال ريسورس. لو الريفنو اكسترنال ريسورس ده بيبين لي ايه؟ الفاليو ادد، الفاليو ادد اللي انا عملتها من عندي يعني. الفاليو ادد يبقى الريفنيو ناقص الاكسترنال ريسورس على الريفنيو. طيب مارجن فاكتورز افكتس اوفر هيد يوتيلايزيشن، يبقى الريفينيو ناقص توتال دايركت كوست. ده كل ده موجود في المحاضرات اللي فاتت ولا هنرجعها تبقى عادي، بس انا حبيت ان انا برضه ايه نراجع معاكم زي ما اتكلمنا على التو دايجرامز اللي فاتت دولت. وزي ان شاء الله المره الجايه انا بنصح برضه ان شاء الله المره الجايه هنتكلم على الكواليتي، بنصح ان احنا برضه نبص على الايه على اللقاء او نعمله في الكواليتي قبل كده. المره الجايه هنتكلم على الايزو 9001 ان شاء الله اللي هو الايه 2015 ان شاء الله. البرسنتج مارجن فاكتور الريفينيو ناقص التوتال دايركت كوست على الريفينيو. الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورمد، الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورمد اللي هو الايه الايرنال فاليو. البادجت ات كومبليشن، البادجت ات كومبليشن ده اما اجي اقيم انا يعني انا وانا بعمل الموقف الحالي بتاعي وبحلله وبعمله بقول والله انا ات كومبليشن اوصل لسعر كام؟ البادجت بتاعي كام لما اخلص؟ انا خلاص انا مثلا مخلص الاكزامبل اللي هشوفه دلوقتي، انا اشتغلت شهرين مضروب دول 3 شهور، هل انا في 3 شهور دول السعر النهائي بتاعي هل هو هو البادجت الاصلي بتاعي ولا اتغير البادجت؟ طبعا طبعا بيتغير، يا اما يتغير بقى بالبوزيتيف او بالنيجاتيف، بنقدر نعمل له ايه يعني نعمل له الكوركشن لو الدنيا مش كده او نشوف يعني ايه البادجت هنوصل لايه يعني. خلاص طيب البادجت كوست اوف ورك فاليو بيرفورم، بادجت كوست اوف ورك سكيدول، بادجت كوست اوف ورك سكيدول، كوست بيرفورمانس اندكس اللي هو ايه بادجت كوست اوف ورك بيرفورم على الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورم، ده بيبني الايه الكوست اندكس. لو جيت هنا مش فاهم ايه ورك بيرفورم مع ورك بيرفورم دول زي بعض هنشيلهم، هنلاقي البادجت كوست على الاكشوال كوست. خلاص بادجت كوست ده اللي هو القيمه اللي انا كنت مقدرها، والاكشوال كوست القيمه اللي هي ايه اللي هي نفذت بيها. لو اللي انا كنت مقدره ده اكتر من القيمه اللي انا كنت مقدرها يبقى انا كويس ماشي. بادجت كوست اوف ورك بيرفورم على الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورم ماشي. الكوست فاريانس بتساوي ده، لا خلي بالك الكوست بادجت كوست اوف ورك بيرفورم ناقص الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورم بس كوست ايه اكبر يعني 1 بوينت حاجه يعني قصدي دي فيبقى في فرق بوزيتيف يعني بين الاثنين. الورك بيرفورم البادجت كوست بتاعه اعلى من الاكشوال كوست بتاعه. الاستيميت ات كومبليشن اللي هو ايه بادجت ات كومبليشن، بادجت ات كومبليشن يعني استيميت تو كومبليت البادجت ات كومبليشن ناقص الاكشوال كوست اوف بيرفورم. وانا واقف يعني انا عملت استيميت ات كومبليشن تبقى كذا، استيميت تو كومبليت بقى يعني فاضل لي قد ايه اللي هو البادجت ات كومبليشن
ناقص الاكشوال كوست اوف بيرفورم اللي انا عندي عليه النهارده. يبقى انا فاضل لي مبلغ قد ايه عشان اخلص المشروع بتاعي؟ الايرنت فاليو اللي هي الاير بادجيتد كوست اوف ورك بيرفورم. بيرسنت كومبليت عباره عن ايه؟ بريك اوف ورك بيرفورم على التوتال بادجيتد كوست في الايه؟ في الميه. يبقى ده النسبه المئويه بتاعت التوتال بادجيت كوست اهو بتاع المشروع، وانا نفذت منه بقد كده النهارده، البادجيت بتاع النهارده في 100، يبقى اديني ايه؟ البرسنتج كومبليت من قيمه المشروع على بعض. البلان فاليو بادجيت كوست اوف ورك سكيدول. Schedule performance index او توفيق على البادجيت كوست اوف ورك سكيدول. Schedule variance وبعدين كوست اوف ورك تقول ده كذا. ده اتكلمنا ده قلناه كل ده. هنا بقى الايه الاكزامبل السريع جدا اللي احنا ايه هنبص عليه، ايتم سهله وبسيطه كلها وشفناها قبل كده برضه في لقاء. مطلوب دراسه بند تمديد كابلات جهد متوسط من ناحيه تحديد الاعمال لهذا البند وحساب تكاليف التقدم في اعطاء. خلاص؟ ثم حساب التكاليف المخططه للمتابعه، ثم عمل نظام مراقبه التكاليف اثناء التنفيذ. دي اللي هي الايه؟ فيري فاست اكزامبل وظريف يعني هيبقى في كل الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه. طيب سعر متر من الكابل حسب مقطعه موجود، النقل والتشوين ده البريك داون بقى بتاع الشغل. سعر الحفر بيت الطولي مدرسه المخاطر، صخور صبات قديمه حجاره وكذا كذا. التجهيز بفرشه رمال ناعمه تحت خالص 10 سم. اعمال التمديد مراعاه قطع الكابلات او الافزات المحافظه على المسمى هنا الكابلات. طيب طبقه رمل ناعمه 10 15 سم، اعاده الردم ده كل دي بقى اللايرز بقى اللي انا بقى بشتغل عليها دي الاكتيفيتيز يعني. بلوكات حمايه المسار، اعاده الردم على الطبقات، وضع شريط تحذير، استكمال الردم والتسويه، اعاده الحل الى مكان عادي اللي هي السفلات بقى الاخر. اهو ده الايه ده الكوست تايم كنترول. طيب ده برضو الملخص اللي انا هوصل له هنجيبها في الاخر. احنا قلنا مده المشروع كام؟ 3 شهور، بادي 15/9/2015 خلاص؟ ده عدى يعني. التوتال بروجكت بادجيت دايركت فاليو كام؟ 225,000 كان ريال الحقيقه يعني. طيب 15/12 ده الدايركت كوست كنترول ات ايه؟ ات 15/11 يعني بعد ايه؟ بعد شهرين من البدايه، يبقى فاضل شهر في المشروع لسه. طيب 15/12/2015 بروجكت توتال تي دايركت كوست احنا هنحسبه بعد كده هيبقى عباره عن الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورمد شو الاكشوال كوست اللي هو 143,500 خلاص. طيب الاكزكيوتد كوانتيتيز ات 15/9 في بادجيتد كوست هيديني الايه؟ البادجيتد كوست اوف ورك بيرفورمد او الايرنت فاليو. الكميات اللي عاملها لغايه دلوقتي لغايه 15/9 بتاعت كل بند في الايه؟ في البادجيت الديونت بتاعتها في قيمتها يطلع لي 157,500. تقول ده هنبينه بس انا بقول لكم على ايه ده الريزلت في الاخر برضه هنلاقي دي برضه بتتعاد تاني. الكوست تو اند، كوست تو اند فاضل لنا ايه؟ يعني انا دلوقتي انا خلصت البادجيت كوست اوف ورك سكيدولد 150,000 لا البادجيت كوست اوف ورك 157 دي توتال بروجكت توتال في تيل ديت لغايه النهارده حملت شغل ب 143,000 ده السكيدول ده الكوست تو اند 75,000 يبقى انا ايه؟ لو حطيت 95,000 دي على دي القيمه دي ده انا حددت الاعمال اللي فاضله للاخر 75,000 هتبان في النموذج المثال هزودها على 143,500 اللي هو الايه الاكشوال كوست هتديني ايه؟ التوتال كوست ات اند اللي هو 218 لو عشان تبقى 218 دي من ال 225 هيبقى انا ايه؟ الكوست سيفنج، خلي بالنا ده مش المكسب ده الكوست سيفنج، كوست سيفنج 6.5 حساب بقى البروفيت ده هيبقى هيدخل في السكه الثانيه. يبقى ده كوست سيفنج عن الكوست اللي انا كنت اصلا ايه؟ عامله، لان انا المكسب بتاعي انا كنت مش محطوط يعني ده كوست سيفنج زاد يعني مكسبي لو انا هكسب مثلا لو كنت عامل حساب ان انا هكسب مثلا 10% مثلا 22.5 يبقى دي كوست سيفنج هيزيدوا عن الايه؟ عن ال 22.5 ال 10%. طيب بادجيتد توتال دايركت كوست اهو عندنا ادي الايه؟ اليونتس اهي 150 تعالوا نبص على الاكسل يمكن الاكسل يبقى لكم احسن. بسم الله الرحمن الرحيم نشوف نجرب حكايه الشير تاني نشير
يمكن دي تبقى اوضح شويه، هي دي اوضح شويه يا شباب. يعني اهو البادجت كوست اهو كده احسن من الثاني مش كده؟ ده سعر المتر والكابل حسب مقطعه خلاص. دايركت كوست يونت بريك داون مان باور، شوف احنا بنعمل ايه هنا؟ مان باور ماتيريال ماشينري وسب كونتراكتر، دي كل بند. فدي باين قدامي ايه؟ البريك داون بتاع الكوست، ماشي الحال؟ اهو يعني دول الدايركت كوست 100، التوتال كوانتيتي 1000. التوتال دايركت كوست كام؟ 1000 في 100 بقى ده 100000، يبقى ده التوتال فاليو بتاعت البروجكت كام؟ دي 5000 كنا بنتكلم عليهم من شويه. عندنا ادي سعر المتر من الكابل، وراه النقل والتشوين، وراه سعر الحفر بالمتر الطولي، وراه التجهيز بفرشه رمله قبل ما نحط الكابل، وبعدين تمديد الكابل بقى بيتكلف قد ايه والكلام ده كله، وقطع قطع البلاستيك والافيزات والكلام ده كله، طبقه رمله ناعمه، اعاده الرن، بلوكات حمايه المسار، اعاده الرن على الطبقات، وضع شريط تحذير، استكمال الرن والتسويه، اعاده الحل الى مكان عالي. ودي بقى البنود اهي 125 كام ده كله، يعني ايه؟ يعني 225 خلاص. اهي يعني دي مثلا ده التوتال، ده لو ضربته في ال 1000 يطلع 225. ده طبعا غلط يعني نعمل كده، بس هو ايه؟ ده حاجه ما اتلمستش يعني. هنا الدايركت كوست يونت بريك داون عشان لو انا حبيت ان انا كل واحده من دول احللها ازاي، يبقى انا بحطها اهي، يبقى ادي مان باور ماتيريال ماشينري سب كونتراكتر. طيب الدايركت كوست بريك داون برضه، يبقى انا ايه؟ هشوف المان باور دي انا كان كانت كام؟ زيرو، دي زيرو، المان باور دي 100، دي ايه؟ دي التوتال اللي هي ال 100000 التوتال. التوتال ده الكوست بريك داون، دي زيرو، دي 2000. دي ده الكوست بريك داون، يعني عشان هنوصل برضه لل 225 ده التوتال، يعني ده بريك داون لليونت وده بريك داون للكوست على بعض، ماشي الحال؟ طيب الاكشوال دايركت كوست بقى افتر تو مانثرز، بعد شهرين لقيت نفسي عامل ايه؟ مخلص ايه؟ 700 متر من كل واحده منهم مقفلهم. طبعا دي غلط، يعني مش يعني هي جايبه نتائج بس انا يعني مش الاكشوال يونت دي ما بتتجمعش عموما يعني. فالمهم ادي الما باور ماتيريال ماشينري والسب كونتراكتور، هنا توتال دايركت كوست اهو للايه؟ لل 700 ايه؟ لل 700 متر، ال 700 متر طول، ماشي الحال؟ يبقى دي 63، دي مجموع ده كله، يعني توتال دايركت كوست اللي انا صرفته بيتجمع كله فين؟ ده يعني مثلا ده 2800 اهو خلاص. ده توتال دايركت كوست 2800 اهو، يعني انا حطيت الدايركت كوست اللي صرفته على المان باور اهو، وده الماتيريال اهي، وده الماشينري، ودي ستاب كونتاكتور لكل بند، عارف ده صرف ايه، صرف ايه، صرف ايه، صرف ايه، بموجب ايه التقرير اليوميه بتاعتك. بقى ده عندي صرف 63000 2800 وهكذا، بحيث ان انا كل اللي صرفته بقى انا كام؟ 143000 وكام؟ 500 عند الشغل بتاع ايه؟ بعد شهرين. بعد شهرين خلصت 700 متر من الكلام من اول لاخره، والتوتال ده الكوست بتاعي اللي انا عملته لما بقارن بيه الايه 15400. ده غالبا احنا بنقارن ايه؟ الدايركت كوست، ما بنقارنش لا الكوست بتاع في المقايسه ولا الايه؟ بسعر العميل، ولا بنحط التوتال كوست، بنحط الايه؟ الدايركت كوست. ودي طريقه حلوه جدا ان احنا نقدر ان احنا نعرف ايه زياده ونقصنا، لان الدايركت كوست بيبقى ايه؟ هو الغالب، هو الاكثر حاجه باينه في الشغل. طيب هنطلع هنا بقى ايه؟ الدايركت كوست كذا، دي البادجت كوست اوف ورك بيرفورمد. طيب ايه البادجت كوست اوف ورك بيرفورمد؟ انا الشغل اللي انا عملته اهو 700 دي. طيب التوتال بادجت كوست بقى اللي هو ايه؟ اصلا في الـ في الـ في الـ في البادجت يونت. يبقى انا اهو كان المفروض اصرف كام؟ 157500. يعني لو انا ماشي بالبادجت كوست كنت حاصل 157500. انما واقع الامر ان انا صرفت كام؟ 143500. يبقى هنا موفر كام؟ ده ناقص ده. ماشي؟ يعني الحاجات العمليه قدامنا يعني. برضه المان باور كان لكل المان. طيب البروجكت كوست اوف ورك بيرفورمد اللي هو المخطط اللي كان مخطط اصلا للورك بيرفورم كام؟ ده البروجكت كوست اوف ورك سكيدول. يعني انا كنت مخطط شغل ب 150000 خلاص؟ البروجكت كوست اوف ورك سكيدول. هنا بروجكت كوست اوف ورك بيرفورمد كام؟ 157 ونص.
يعني ده بشير ده، يبقى انا عملت ايه؟ يبقى انا عملت شغل زياده، عملت شغل قيمته 157 ونص مش ب 150، يبقى الشغل اللي انا عملته ايه؟ زياده. هنتكلم بقى بالبلدي يعني، يعني حتى الايكويشنز قدامنا بالبلدي يعني بانت. انا كان المفروض اصرف ان انا الشغل اللي انا كنت المفروض اخلصه ب 150,000، لا بجيت كوست اوف ورك سكيدول، الشغل اللي كنت مخطط يخلص اليوم ده الكوست بتاعه كان هيبقى ايه 150، النهارده الشغل اللي انا خلصته قيمته 157 ونص، يعني انا عملت شغل اكتر، يعني انا ضربت في نفس اليونت بتاع البادجت. ماشي؟ طيب دي الكوست ات اند، كوست ات اند انا فاضل لي الكميات اهي خلاص في التوتال دايركت كوست، التوتال دايركت كوست اللي هي اصلا ايه؟ خلاص ده يديني كام؟ يديني ايه؟ 75,000 فاضلين. خلاص ماشي الحال؟ يعني اهو انا بضرب عادي في الايه؟ في اليونت اهو، ده في اليونت، في اليونت في الحاجات اللي فاضلة دي. لو عايز اعمل شغل اصح شويه ممكن اشوف الترند بتاعي انا، الكوست بتاعي لو هو مثلا قلل بنسبه 10% يبقى انا ايه؟ ممكن اقلل ده بنسبه 10% اللي هي الترند بتاعي اللي انا قليته. بس اتس بيتر ان انا ما الجاش ان انا ازود الا اذا كان الترند بتاعي كل او بزياده، وانما لو في اقل خليني على السعر اللي هو موجود في الوايس. السمر ريزلت اهو، رجعنا للكلام اللي كنا بنقوله فوق، ادي اير بادجت دايركت كوست اهو، ادي التوتال 143 اكزكيوتيف، الكلام ده كل الكلام اللي حققته، وادي الايه؟ الكوست بيرفورمانس اندكس للكوست سيفنج 1.1 اللي هو بادجت كوست اوف بيرفورم اكشن كوست اوف بيرفورم يبقى 1.1، يبقى انا ايه؟ الكوست بتاعي كويس، كوست سيفنج السكيدول بيرفورمانس اندكس 150,000 على 157,000، يبقى انا عندي ايه؟ لا دي العكس على فكره، دي عندي بادجت كوست اوف بيرفورم يعني هنا ودي هنا، فدي دي عايزه تتصلح. طيب هنا اهو ال 75,000 دي اللي هي الايه؟ الكوست تو اند، الكوست تو اند يعني حسبت فاضل لي قد ايه عشان اقل اوصل للاند، كوست ات اند بقت 218 ونص اللي هي دي. تمام؟ الكوست سيفنج بقى سيفنج ده، سيفنج ده من الشغل بقى تطلع كام؟ 6.5 6500 ايه ريال. الكوست سيفنج بتاعي قد ايه؟ 2.89 ده ما كانش في الحسبان، ده ما كانش في الحسبان، ده غير اللي هو الايه الاستيميشن اللي انا كنت عامله كده. يعني ايه الاكسل شيت يعني وضحت اكتر شويه، هم جنب بعض واضحين اكتر من الايه من الـ لا هنقول له حفظ، يلا نرجع تاني ايه هستوب ده الشير ويندو از كلوز. اوكي ليه؟ يبقى احنا نرجع تاني نعمل ايه سكرين شيرنج، شير سكرين للايه دي. طب احنا وصلنا لفين هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي الحال يا محمود؟ حد لسه صاحي؟ كده احنا يعني ايه؟ طيب احنا كده ايه؟ خلصنا هذا الكلام اهو، كل ده اللي هو لغايه ده كده. دي الايكويشنز اللي احنا ايه؟ اتقلنا عليها من الاول. جبنا الثلاث كيسز هما نفس الكلام اهو، يعني نفس الثلاث سلايدز انا حبيت اقول لهم في الاول، وحب نيجي في الاخر نقول والله احنا ايه خلصنا الايه ال بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل البرزنتيشن كده عرض الشرايح من الايه من شرايح الحلال. هي مش عايز يعرض ايه. طيب وبعد كده ادي الكلام ده، ادي الايكويشنز هي هي اللي حطيناها في الاول، وادي الكيرف اللي قلت عليه مهم جدا هيبان لي المشروع بتاعي ماشي ازاي الكلام ده من اول اخره. وبعدين بنيجي بقى ايه الخاتمه. بتاخد طريق الايرن فاليو مانجمنت، اهميه خاصه في المؤسسات والمراكز التي تقوم بالابحاث العلميه والتطبيقيه المرتبطه بالصناعه، نظرا لكون معظم الانشطه التي تقوم بها هذه المؤسسات على شكل مشاريع تطويريه متداخله يجب متابعتها بشكل جيد ومتكرر.
ولكون من الموارد المتوفرة محدودة والإنسان المتاح قصير. الحقيقة الأرنر فاليو ممكن تشتغل على أكتيفيتي أكتيفيتي، خلي بالك أكتيفيتي أكتيفيتي، يعني الناس اللي هي عايزة تعرف هل الأكتيفيتي بتاعتها لوحده إيه، تدخل ما فيش مشكلة خالص تقدر تعملها، يعني مش لازم المشروع على بعضه. إيه الحكاية؟ وفي مشكلة، يلا مش مشكلة. طيب فإيه، فدي حسينا طبعا بأهمية الطريقة دي. أنت تحول المنتجات دي المشاريع من نموذج تطويري إلى نموذج صناعي، المشاريع جديدة تطرح لبناء منظومات اللازمة لإنتاج هذه النماذج بكميات كبيرة. يبقى الموضوع سهل بقى، المونيتورينج والكنترول بقى سهل، بقى سهل وإيزي وفي الإيد. يعني تتميز المشاريع بأهمية قصوى للتكاليف والزمن، إذ يدخل في التكاليف الكثير من المواد القطع التي تتغير أسعارها في الأسواق بشكل متكرر. اعتماد نظام رغبة وضبط مصاريف الأرن فاليو يسمح بإنشاء منظومة صناعية بالوقت الأمثل وضمان الموازنة المرصودة. بنشكركم جدا جدا. وفي أي سؤال لأي حد، في أي أسئلة؟ جزاكم الله خيرا يا دكتور، والله المحاضرة فعلا جميلة جدا 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 وسلسة جدا. لو في أي حد من المهندسين عنده أي سؤال يعمل، اتفضل يعمل ريس هاند ويفتح المايك، مفيش مشكلة خالص. صراحة انتم ما شاء الله عليكم سهل، ان شاء الله نبعث لك المحاضرة. سهل 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 سهل. طيب في اي سؤال او اي حاجة؟ طب في اي تساؤل من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من الحاجات اللي فاتت، من مواقع الحاجات اللي فاتت، او حاجة حد يخطر على باله، اي سؤال او اي حاجة؟ ماشي الحال. الفرق بين مهارة النهارده وبين الكي بي اي. الحقيقه باشمهندس روماني انت ما شاء الله عليك، يعني ما شاء الله عليك. هقول لحضرتك حاجه، الكي بي اي دي انا الحقيقه بقت علم، وعلم يعني واسع جدا. يعني انا في لقاء كنت عامله كان معانا ناس كتير من كندا، كنت بتكلم الكلام ده مع جمعيه المهندسين امبارح أو البارح. يعني أنا عندي كتاب، ما هلاقيه عندي أكيد من ضمن البتاع، كان فيه 17 ألف كي بي أي. كي بي أيز دي كي بيرفورمانس إنديكيتورز، يعني إيه بيرفورمانس إنديكيتور؟ اللي هو إنديكيتور يعني إيه، محدد للأداء، قياس أداء، قياس الاداء، محدد قياس الاداء، كي بيرفورمانس مفتاح قياس الاداء. يعني هي مش هي كي بيرفورمانس انديكيتورز في حاجه، يعني اما احنا الانديكيتور، احنا بيرفورمانس الاندكس ده هو انديكيتور نوع من انواع، يعني احنا عملنا الكوست اندكس، كوست بيرفورمانس اندكس، وكوست بيرفورم وسكيل بيرفورمانس اندكس. الاثنين اندكسز دول تعتبر انديكيتورز، تعتبر انديكيتورز، تعتبر. انما الكي بيرفورمانس انديكيتورز بقت علم لوحدها. انا في لقاء من اللقاءات انا كنت فاكر نفسي ان انا يعني عامل عمله، وقلت لهم اخوانا انا عندي مرجع وعامله واحد مصري بس موجود بره مش موجود في مصر، في 17000 كي بيرفورمانس انديكيتورز كي بي ايز يعني. فواحد كندي وكده، ما كندي مصري برضه، قال لي يا باشمهندس مش عارف مصري بقى، افكارنا دي عربي يعني، قال لي الكي بيرفورمانس انديكيتورز دلوقتي، قال لي ده بقى فيه 34000 كي بيرفورمانس انديكيتورز. دي موجوده دلوقتي، بقت علم، وعلم يعني ودراسات وموجود في كل حاجه، في بروجكت مانجمنت، في كونستراكشن مانجمنت،
في اي شغل يعني. احد كيبر مش انديكيتورز. لا مش القيمه المكتسبه، القيمه المكتسبه مش الطريقه او القيمه المكتسبه، لا الكوست بيرفورمانس اندكس والتايم بيرفورمانس اندكس يعتبر كيب فرومس انديكيتورز. لو حبينا نرجع للقاء الثاني، احنا حاطين كيب فرومس انديكيتورز لمدير المشروع الدولي في ثاني لقاء في الايه في الكيب فرومس انديكيتورز بتاعه المدير المشروع، يعني لازم مدير المشروع يبقى ايه عنده ايه كذا كذا كذا، بس مسمينا كومبيتنس performance indicators competence، يعني ده بيتكلم على competence بتاعت مهندس، دي برضه نفس القصه. فالكي performance indicator ده قياس لمستوى معين بتاع حاجه معينه، مش لازم عند واحد، قياس اداء بتاع مكنه بتاع انسان بتاع اي قياس اداء performance indicators. كده يعني وصلت ولا ايه؟ لا الهندسه القيميه ده موضوع تاني. الهندسة القيمية برضو نحاول إن شاء الله نعمل عليها برضو برزنتيشن. أنا أشتغل في الهندسة القيمية بس ما خدتش الشهادات بتاعتها، لأن أنا أوريدي بروجكت مانجر خلاص يعني. وممكن نعمل برزنتيشن عليها. يبقى أنت كمدير مشروع لو جالك أي وقت تبقى فاهم يعني إيه يعني هندسه قيميه اللي هي ايه الفاليو انجينيرنج. مهمه وجميله وعلى فكره وبرضه سهله جدا ولذيذه جدا وبسيطه جدا. يعني انا ما بحبش الحقيقه ان ايه نحط الاداره او المشروعات بتاعت الاداره بشكل الموضوع بسيط. بقول لكم من الاخر حقيقه يعني ما فيش فيه حاجات معقده غير لو دخلنا بقى في الاستاتستكس. الاستاتستكس بقى دي بتوع الاي تي بقى مريحين منها وبياخدوها وبيطلعوا من اللي احنا عايزينه وبيدوها لنا سهله. زي كي بيرفورمانس انديكيتور دي مش 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 بسيطه يعني. انما الحقيقه يعني احنا مرتاحين، احنا دلوقتي ما بين ايدينا اي حاجه درامية بتخش على النت تطلع اللي انت عايز تعمله. فكل حاجه جاهزه دلوقتي قدامنا. يعني انا اذكر ايام الماستر كنت بروح اقعد في المكتبه كنت اقعد انقل بالعشر ساعات ورق وقلم وقت بنقل. ايام الدكتوراه كنا بنروح الكليه بتاعت كليه الهندسه كان في زمان كروت بنطبع بنخرم كروت وندخلها تعمل لها كومبيليشن ترجع لنا ثاني عشان تعمل برنامج. كانت بتبقى قصه ان مثلا النهارده عايز اي برنامج اعمل فري داونلود وتنزل اي حاجه. يعني الدنيا اتسهلت، بس مقابل دي ان الدنيا بقت سهله والابحاث العلميه بقت كتير جدا وبقت في دقه وبقى في براعه وبقى في ما شاء الله يعني ناس كتير زيكم وشباب ومستواهم عالي جدا وتعلموا حاجات كتير جميله جدا. والحقيقه يعني حاجه تسعد وتفرح يعني العلم بقى يعني بقى ما شاء الله يعني احنا البيم ده انا يعني بدات اسمع عنه في 2006 2007 وكان البيم ده عباره عن اللي هو الريفت يعني عباره عن كل واحد التكلا والحاجات دي كلها كان كل واحد لوحده يعمل لوحده وانشائي لوحده والالكتروميكانيكا لوحده. النهارده البيم الريفت ما شاء الله يعني 11 12 دايمنشن. انا نفسي بس ايه نكلم استاذنا الكبير المهندس عمر يعمل لنا محاضره عن البيم للبروجكتس مانجر برضه نبقى ايه الفكره يعني جايه يعني برضه ان شاء الله نخليه يعني ايه يعملها لنا يعني. فبشكركم جدا جدا جدا. في اي سؤال تاني او اي حاجه مطلوبه؟ وهل الردود كافيه بالنسبه للي سالوا؟ يا باشمهندس محمود، باشمهندس محمود، ايوه يا دكتور مع حضرتك. في اي سؤال تاني او اي استفسار او اي حاجه؟ هو تقريبا ما فيش اسئله تانيه يا دكتور. طب ماشي، بشكركم جدا 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 على حسن استماعكم. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والشكر الجزيل لله سبحانه وتعالى ثم للمهندس عمر والمهندس محمود والمهندس احمد والناس كلها اللي يعني اللي بيديروا هذه اللقاءات وبيديروا بيم عربيا. وسعداء بكم كلكم جميعا وسعداء بكل الحضور
ان شاء الله ربنا يقدرنا ان شاء الله، وان شاء الله يعني يعني بقدر ما انتم عايزين ان شاء الله ننفذ معكم الاخر. تحت امركم، تحت امركم. شكرا جزيلا، في امان الله، مع السلامه. جزيلا لحضرتك يا دكتور. شكرا لك.